اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا. النهارده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه قام بزياره معسكر منتخب مصر في العاصمه الاداريه الجديده من اجل تحفيز اللاعبين قبل خوض بطوله كاس افريقيا المقبله في كوت ديفوار. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت تدريبات المنتخب الوطني لكره القدم بستاد المدينه الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده. كما صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني وقام بتحفيزهم والتقاط الصور الخاصه معهم قبل ايام من انطلاق بطوله كاس افريقيا المقبله. منتخبنا الوطني اللي بيخوض مرانه الختامي النهارده باستاد مصر في العاصمه الاداريه الجديده استعدادا لمباراه تنزانيا الوديه في اطار الاستعدادات لبطوله كاس افريقيه والمقرر اقامتها بكوت ديفوار في 13 يناير الجاري. وبيستعد منتخبنا الوطني لمواجهة تنزانيا وديا غدا الأحد على استاد القاهرة، واللي هتكون كبروفة أخيرة للفراعنة استعدادا لانطلاق مشوارنا في كأس الأمم. وتعرفوا أفكاركم بالقائمة النهائية لمنتخبنا الوطني واللي ضمت 27 لاعب على النحو التالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي. أما في الدفاع أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، ياسر إبراهيم، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح ومحمد حمدي. وفي خط الوسط حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، مهند لاشين ومحمود حمادة. وفي الهجوم محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود عبد المنعم كهربا وأحمد حسن كوكا. تعالوا نشوف رأي الجماهير، هل يتوقعوا تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية خاصة بعد تألق اللاعبين المحترفين في الفترة الأخيرة؟ ونرجع لكم مرة تانية. عايز أخد رأيك، شايف أن منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية في ظل تألق المحترفين خلال الفترة الأخيرة؟ بصراحة المنتخب الفترة الأخيرة دي كان كويس، بس ما يقدرش ياخد البطوله. ليه بقى؟ مفيش تجانس في المنتخب. لما بيبقى في تجانس ماتشين ثلاثه بتيجي تغير، نقعد فتره في توقف، تيجي تعمل توقف تاني، المنتخب ما بيبقاش كويس. المنتخب مش هيصعد لدور الثمانيه للاسف. باذن الله ان السنه دي نقدر نعمل حاجه كويسه وان شاء الله وناخد البطوله باذن الله، وعندنا اسماء كويسه برضو يعني قادره انها تخلينا نعدي السنه دي على خير باذن الله. بإذن الله وناخد البطولة، عندنا كهربا ومحمد صلاح ومروان عطية وتريزيجيه ولعيبة دولية يعني كلها، وفي لعبة في فرق وخبرة كويسة، ومحمد الشناوي ما شاء الله برضو حارس كبير، يعني ربنا بإذن الله يخلينا السنة دي نعدي على خير. عندنا طبعا لعيبة مميزة وحتى المحليين كويسين جدا، زيزو وفتوح كله حتى لعيبه الاهلي والشناوي وكله. والله المنتخب جاهز والحمد لله، باذن الله ان شاء الله المنتخب جاهز، وفي لعيبه كويسه وفي لعيبه ممتازه، في صلاح، في تريزيجيه، في النني، في مرموش، في زيزو، واخد بال حضرتك، في كل لعيبه ممتازه جدا والروح كويسه بتاعتهم، يعني الروح بتاعتهم ان شاء الله تغلبهم، واحنا في ظهرهم واحنا معاهم وربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله ويرجعوا لنا بالبطوله بامر الله ان شاء الله. اهم حاجه الروح بتاعت اللعيبه وقلبهم على قلب بعض، وان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا بالبطوله بامر الله. بصراحه لا، لان عندنا دول افريقيا عندها محترفين افضل من محترفينا. ده عندك الجزائر منافس قوي، عندك المغرب مرشح اول للبطوله، فمنتخبنا احنا انا شايف ان هو اكبر فرصه ليه انه يوصل في الاربعه الكبار، لكن يوصل المباراه النهائيه صعب. منتخب قادر ان هو يعدي الاداره الاقصائيه وياخد البطوله كمان، ويعني عندك اللعيبه المتالقه مصطفى محمد، محمد صلاح، عمر مرموش، اللعيبه كلها كبيره يعني تعرف تسند المنتخب، وعندك كمان زيزو في مصر، يعني اللعيبه دي كلها نستفاد منها في المنتخب، وامام عاشور، والناحيه الثانيه عندك عبد المنعم، اللعيبه كلها يعني لعيبه دوليه ولعيبه كبيره كلها، والشناوي، وعندك فتوح، وعندك ياسر ريان بعد ما رجع، وعندنا قائمه كبيره يعني. فيعني ان شاء الله يعني نعمل حاجه في البطوله ونأدي اللي علينا يعني، واللعيبه كلها بتلعب روح. اكيد طبعا ان شاء الله قادرين على ان احنا نحقق البطوله. احنا عندنا احسن لعيبه، وفعلا عندنا محمد صلاح، واللعيبه ان شاء الله قادره ان شاء الله باذن الله،
تحقق البطولة كلها إن شاء الله بإذن الله. يعني صلاح ومصطفى محمد ومرموش عاملين شغل جامد قوي في الدوريات الأوروبية أكيد، يعني مصطفى محمد كمان ماشي بطريقة خرافية تأهله إن هو يبقى أحسن فرود في البطولة تقريبا، وجنبه صلاح ومرموش أو أيا كانت تريزيجيه، تحتهم زيزو، فلقف يعني هجوم يرعب حرفيا. بإذن الله باللعبة المحترفين اللي بنشوفهم اللي هم هيبقوا حاجة حلوة إن شاء الله هيشرفونا بإذن الله، والمحليين كلهم بإذن الله يبقوا على قلبه على قلب واحد بإذن الله، وبالجمهور بكل ده هنساعد بإذن الله وهناخد البطولة بإذن الله. ومن المنتخب نروح لأخبار الأهلي اللي بشكل كبير حسم التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق سيرس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. انتشرت تقارير صحفية سويدية النهاردة بتقول أن الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي سيرس علشان يضم المهاجم وسام أبو علي مقابل 2 مليون يورو، وأن اللاعب خلاص بيستعد للسفر لمصر يوم الأحد أو الاثنين اللي جاي من أجل إجراء الكشف الطبي وإنهاء تفاصيل انضمامه بشكل نهائي للأهلي. تعالوا نشوف رأي الجماهير، هل الأهلي بيحتاج لصفقات جديدة في حال إتمام التعاقد مع وسام أبو علي المهاجم الجديد ولا لا؟ ونرجع لكم تاني. عايز اخد رايك، شايف ان الاهلي محتاج لضم صفقات جديده في حال التعاقد مع المهاجم وسام ابو علي؟ طبعا، انت عندك كده الدفاع، عندك محمد عبد المنعم كلام اللي هو الراجل هيمشي، ما كده ما عندكش بتاع دوت ياسر ابراهيم، وعندك ربيعه، وربيعه مثلا دلوقتي ربيعه حاجه و30 سنه، فانت محتاج في المكان دوت واحد كمان. ارشح يعني انا ارشح واتمنى اللي يجي اسامه جلال بتاع بيرمز، يعني لعيب شاب ولعيب صغير ولعيب خبره ولعيب دولي. ممكن يضم صفقه رقم 8 في نص الملعب لان عمرو السوليه كبر في السن وكده، ومفيش حد في مصر يحل مكان عمرو السوليه، فممكن يشوفه صفقه اجنبيه. ومكان علي معلول محمد شكري كويس جدا من سيراميكا، يبقى هو كريم الدبيس هيعملوا شغل حلو. مشروع جديد موضوع الفرود ده، والاهلي محتاج فعلا فرود، بس فرود يكون عماد متعب، مش فرود ويجي ويمشي. تمام. اما في صفقات تانية، في سرد باك، الاهلي عايز سرد باك يكون على اعلى مستوى زي عبد المنعم وكابتن ياسر اللي هو اتظلم دلوقتي وبعدين راح المنتخب. انا من رايي شايف ان ممكن المهاجم، عايزين مهاجم تاني محلي جنب وسام ابو علي، ومن رايي طبعا لازم باك ليفت برضو يساند لعلي معلول عشان يعني علم. من رأيي أكيد نفسي طبعا محمد حمدي بتاع بيراميدز، ماشي نفسي طبعا، ولو ما نفعش محمد حمدي أكيد نفسي نقطع الإعارة بتاعت محمد شكري، وطبعا أكيد بتمنى علي معلول يفضل معانا لغاية آخر وقت، ولكن لو علي معلول مش هيكمل معانا نفسي طبعا نجيب يحيى عطية الله بتاع الوداد. بجانب المهاجم محتاجين جناح يمين، ومحتاجين باك شمال يكون كويس على مستوى زي علي معلول او اعلى كمان، لانه علي معلول قدم من ساعه ما من وقت ما جه الاهلي قدم مستوى كبير جدا. ومحتاجين برضو صفقه زياده في حاله رحيل ديانج. انا عاوز المهاجم ده اكيد طبعا، بس وعايزين مدافعين، عايزين 2 مدافعين، وعاوز واحد باك مكان علي نفس النظام، وعايز حد يسد في نص الملعب برضك، ونص الملعب كويس، بس عايز حد بديل في الدكه، راجل ينزل من الملعب. ونروح لاخبار الزمالك اللي وافق بشكل كبير على رحيل ثنائي الفريق محمد عبد الغني وناصر منسي الى البنك الاهلي مقابل 21 مليون جنيه خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه. مسؤولي الزمالك مستنيين حل أزمة القيد علشان يوافقوا بشكل نهائي على رحيل الثنائي وبداية تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. ونيجي لمران الزمالك اللي كان النهاردة على ملعب النادي في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، واللي شهد مشاركة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي اللي كان بيخضع له في الفترة الماضية بسبب الإجهاد. كما أدى حمزة المسلوسي الظهير الأيمن للفريق فقرة تدريبات تأهيلية خاصة وفقا للبرنامج التأهيلي المخصص ليه بسبب شكوى اللاعب من إجهاد في عضلة السمانة. وبكده تكون خلصت نشرتنا، فاصل ونرجع لكم مع كابتن محمد عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم، حلقه جديده من الرومنتادا على شاشه قناه المحور. دايما احنا في برنامج الرومنتادا وده او في قناه المحور دايما احنا بنبقى قريبين قوي من الاحداث، بنبقى دايما الاحداث بنتكلم عليها حتى قبل يعني ما نعرف الحدث او اثناء الحدث او تعقيب ما بعد الحدث. الشغل الشاغل في الفتره الاخيره هو طبعا كاس الامم الافريقيه كوت ديفوار 24، مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة، غيابنا عن البطولة لمدة تقريبا داخلين على 12 سنة بعدين على منصة التتويج في البطولات الأفريقية بعد ما كنا من 2006 و8 و10 متصدرين القارة الأفريقية ودايما على منصات التتويج. منتخبنا الوطني مع روي فيتوريا اللي اتكلمنا عليه قبل كده في كل البرامج أو كل الإعلام المصري المتابع لمنتخبنا الوطني وكل أخبار اتحاد كرة القدم المصري، اتكلم إن الرجل يعني قدر يوصل بمنتخبنا الوطني ل 2024 بكوت ديفوار، ودي أول بدايات لروي فيتوريا في مشروع مع اتحاد كرة القدم المصري أو مع الكرة المصرية. الحاجة الثانية تصدره لمجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 المكسيك أمريكا طبعا كندا، أمور كبيرة جدا وخلاص بقينا على بعد خطوات وبعد ساعات وأيام الانطلاق كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار. من ضمن الأفكار الكويسة يمكن كان ليا مكالمة خاصة بعيدا عن البرنامج مع معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتكلمنا على بعض الأمور، ويمكن أنا من المكان ده قلت من أهم الأمنيات إن احنا نساند منتخبنا الوطني سواء بوجود الجماهير، ودي رسالة طبعا للدكتور أشرف صبحي واتحاد كرة القدم المصري. قلت يا سلام يا سلام بقى لو القيادة السياسية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راح وزار منتخبنا الوطني في المحفل الكبير او في المنظومه الكبيره اللي هي استاد العاصمه الاداريه، الاستاد الاولمبي العاصمه الاداريه او المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه، اللي حاجه تشرح القلب، حاجه يعني فيها ابهار، حاجه فيها فخر، حاجه فيها اضافه على البنيه التحتيه والتوجهات الكبيره للقياده السياسيه، ان يعني وجود عاصمه اداريه جديده بكل ما تحمل من معنى جديد شفناها على أرض الواقع سواء للوزارات أو البنية التحتية أو المونوريل اللي هيروح العاصمة الإدارية أو المدينة الرياضية الكبيرة. النهاردة في مفاجأة طبعا سعيدة وجميلة زي دايما ما سيادة الرئيس بيسعدنا دايما بتواجده وبدعمه اللامحدود لمنتخبنا الوطن النهاردة، قبل السفر قبل مباراة الغد أمام تنزانيا، ثم توقف لمدة يومين، ثم السفر يوم 9، ثم إن شاء الله مع البطولة. وجود سيادة الرئيس النهاردة ومع طبعا كان في وجود طبعا الدكتور أشرف صبحي، وجود أستاذ جمال علام وحازم إمام وبعض طبعا أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري. التقى السيد الرئيس النهاردة بروي فيتوريا وجهازه المعاون وأيضا لاعبي منتخبنا الوطني في بادرة وفي لفتة طيبة جدا يعني أسعدتنا. دايما لما نقول إحنا بنتمنى وجود سيادة الرئيس ويزور طبعا منتخبنا الوطني، لبى طبعا سيادة الرئيس، هو مش لبى يعني، هو طبعا مش محتاج إن إحنا نقول سيادة الرئيس يبقى موجود، سيادة الرئيس موجود في كل المحافل. ودي طبعا بالصوت والصورة لقطات النهاردة كان موجود معانا، لقطات النهاردة ومعانا صوت وصورة اللي قاله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا الزيارة طبعا المهمة جدا اللي تنقلتها كل وسائل الإعلام الرياضي العالمية والمحلية، طبعا دي كانت حاجة من الحاجات المميزة. طبعا سيادة الرئيس في سياق الكلام واللي هتسمعوه بعد شوية كاملا، طبعا الدعم، انتوا شاطرين، خافوا على نفسكم، افتخروا بنفسكم، انتوا أبطال، فيكوا لاعبين محترفين، فيكوا طبعا ناس مميزين جدا، معاكوا جهاز معاون، الدولة المصرية بتدعم الرياضة والرياضة أصبحت صناعة، حاجات مهمة جدا طبعا من زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعالوا نشوف النهاردة صوت وصورة ونرجع تاني أكمل معاكم. حاجة طبعا من الحاجات المميزة جدا طبعا وأسعدتنا يعني، هو طبعا يعني قال نفذنا جهد كبير جدا من بناء الدولة ونفذنا بنية تحتية رياضية ضخمة من أجل شعبنا، وده فعلا باين على أرض الواقع في العاصمة الإدارية. احنا في كل محافظه فيها منشاه رياضيه كويسه بتساعد الشباب، عندنا 4500 مركز شباب. طب ما تيجي نشوف احسن سياده الرئيس بالصوت والصوره بيقول ايه، ونرجع تاني معاكم في رومنتادا على شاشه قناه المحور. صباح الخير جميعا. سعيد ان انا شفتكم والله. طبعا كل انا
رحب بيكم، سعيد ان انا اشوفكم، بتمنى لكم كل التوفيق. بس خليني الاول اقول لكم احنا عملنا في مصر ايه قبل ما نتكلم على المنتخب والامال اللي احنا بنتمناها. احنا في مصر الان 2014 لغايه النهارده عملنا جهد كبير قوي في بناء بنيه رياضيه ضخمه حقق لشعبنا في كل محافظه من محافظاتنا، بس على قد المدينه اللي انتم بتشوفوها هنا، ان احنا كل محافظه على الاقل في منشاه رياضيه كويسه زي ما هي تساعد الشباب المحافظه على هناك، بالاضافه لحوالي 4500 مركز شباب احنا كانوا موجودين قبل كده بصراحه. بس احنا عملنا برنامج لهم واحنا خلصنا 70% رفع كفاءه هذه المراكز الشباب ديت على مستوى الجمهوريه منهم. بس في موضوع حياه كريمه اللي فات ده المرحله الاولى حوالي 1070 مركز شباب تم رفع كفاءته داخل ال 70%. ثم طبعا المنشآت الرياضية زي المدينة الأولمبية اللي موجودة هنا، ودي فيها 22 منشأة. فيها 22 منشأة طبقا لمعايير الاتحادات أو الاتحاد الأولمبي أو المعايير الأولمبية في كل لعبة. لو اتكلمنا على السباحة يبقى فيها المعايير الأولمبية لحمامات السباحة. لو اتكلمنا على التنس يبقى المعايير الأولمبية لملاعب التنس. السكواش كل شيء هنا. احنا بدأنا في هنا في المدينة اللي انتم موجودين فيها ديت من حوالي 6 سنين، وخلصنا تقريبا عدا ده، بس عدا الاستاد ده خلصناه يمكن من لسه ما نروش 4-5 شهور، هو ده اخر حاجة كان بيحصل. طب انا بقول لكم كده، بقول لكم ده لان ده معناه ان احنا في مصر مهتمين قوي بشبابنا، مهتمين قوي بابنائنا، مهتمين قوي بشعبنا، وان احنا بنوفر له زي ما قلت كده اتحركت على محورين، محور توفير بنية رياضية تليق، ثم ايضا المحور الثاني بقى هو موضوع ان احنا الناس المنشآت، لكن بنتكلم على كده ازاي نجهز الناس عندنا يلعبوا ويمثلوا مصر بالشكل اللائق، ومصر اللي دايما كانت من السباقين في الرياضه على مدار العصر اللي احنا بنحدث فيه. طيب اقول كده لكم ليه؟ عشان اولا اكيد كل اللي موجودين قدامي هنا دول شباب موهوب. شباب ايه؟ موهوب، يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطاله موهبه وميزه عن بقيه الشباب وبقيه الناس. والموهبه مسؤوليه ليك كشخص كانسان، وايضا لبلدك طبعا انت بتمثلها. سواء انا عارف ان انا في حوالي 7 لاعبين دلوقتي، 7 لاعبين محترفين في الانديه الاوروبيه، وده امر يسعدنا ونتمنى يبقى عدد ضخم. ده بيعكس امكانيات شباب. ف التفرد اللي موجود في المجموعه اللي بتتكلم فيها والتميز زي ما قلت مسؤوليه. انتوا في النهايه بتمثلوا بلدكم وبتمثلوا نفسكم طبعا. فعلى المستوى الشخصي انت طبعا يهمك انك انت دايما تتطور وتتقدم، وده امر برضه يسعدنا جدا ونتمنى لكم كل التوفيق. وده لن يتاتى ابدا الا بان موهبتك اللي موجوده دي تبذل اقصى جهد وتحافظ عليها. هي لعبه فرديه صحيح جماعيه يعني، لكن هي مبنيه على ان كل فرد مننا داخل الفريق داخل المجموعه يبذل جهد كبير قوي، وبعدين في الاخر هي تدي لزميله وتبقى محصله.
حصل ده كله نجاحنا كلنا كفريق بس بلدنا والناس نفسينا والناس الفريق نفسه. فهنا طبعا يعني برضو مسؤولية تانية ده احنا نبقى مع بعضنا. النجاح دايما بيجي مش بالموهبة بس. بالموهبة وبالموهبة. الإخلاص للفكر، الإخلاص للعبة، الإخلاص للفريق، الإخلاص للدولة عصر. اللي بدأ في النهاية. انت بتبقى منتخب المصري هو نعمة كبيرة قوي. لبلد زي ما تشوف تأثيرك على مش على المصريين ده على العالم كله. كرة القدم هي أكثر لعبة في العالم لها جماهيريتها ولها شفعيها ومحبيها ليها تأثير كبير جدا. فليه دي المسؤولية اللي موجودة للمنتخب المصري وانت رايحين خدنا البطولة دي 7 بس تستحق أكتر من كده بكتير. تقدروا يبقى 8 أو 9 أو 10. فبتمنى لكم كل التوفيق. مش هنسى أبدا أشكر المحترفين اللي موجودين في بره مصر في النوادي المختلفة الأوروبية وغيره. إن شاء الله توفقوا في رحلتكم وتوفقوا في حلمكم وإن شاء الله ربنا يوفقكم وتيجوا إن شاء الله بنتيجة تفرحنا كلنا إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. عام سعيد عليكم وعلى أسركم وخلي بالكم من نفسكم ودايما تحبوا بعضكم وانتم الإخلاص. والإخلاص اللي معناه إن إحنا نبقى دايما يعني احنا بشر في الغالب لكن ممكن نبقى دايما مع بعض كده. لما نبقى كده مع بعض ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا. مبسوط ان انا شفتكم وبتمنى لكم كل التوفيق مش انا بس كل المصريين يتابعوا كويس قوي كل لاعب في العالم. ربنا يا رب يوفقكم يا رب ربنا يوفقكم وتسعدونا بالنتيجة ان شاء الله. طبعا سيادتك على الدعم ده ودعمك ودايما مصلينا من الوزارة سيادة الوزير دايما بيوصلنا الدعم بتاع حضرتك وبرضه اتحاد الكورة. وبصراحة الحمد لله يعني في تحسن كبير قوي في المنظومة كلها دايما بيساعدونا على كل حاجة احنا عايزينها. وزي ما قلت قبل كده اللعيبة كل اللي نقدر نوعي حضرتك بيه ان اللعيبة هتبذل كل مجهودها ان احنا نكسب البطولة ان شاء الله زي البطولة اللي فاتت. ما كناش محظوظين شوية بس عملنا كل اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا. طبعا انا مبسوط جدا بالأداء الكرة اللي فاتت وان شاء الله هنعمل قد كده واكتر باذن الله. تاني بنشكر حضرتك على الدعم الدايم ده والوزاره واتحاد الكوره وطبعا اهم حاجه المنظومه كلها في اللعيبه. فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونرجع مبسوطين ان شاء الله. ان شاء الله ترجعوا منصورين موفقين. عايز اقول لكم على حاجه بيوريكوا تأثير كبير جدا على كل اللي بيتفرج عليه. وده موضوع تاني بغض النظر عن المكسب والخسارة. أنا بقول لكم كلكم حجم التزامنا وسلوكياتنا الطيبة بتبقى ليها تأثير جدا على كل اللي بيتفرج عليه. هو مصر وبره مصر. يمكن دي آخر حاجة أقولها. من فضلكم انتم تتصدروا صوره جميله لكل اللي بيتفرج عليك شباب وكبار وصغير. فحافظوا على النقطه دي وانت في حماس اللعب انك تحافظ على ان الصوره دي تبقى صوره جميله وراقيه تعكس مصر وحضرتك. مصر عمرها او حضرتك عمرها الاف السنين. وبالتالي ده كله في الامانه. مش عايز اطول عليكم ربنا يوفقكم. اتفضل.
Please speak. We're speaking. متابعات دكتور روبيك مشتاين ده وبشكر سيادتك على كل الدعم اللي دايما وفرته لنا. طبعا مش كبير السن برنامج اشتري كيو ناس ده يعتبر يعني حاجه جديد وانطباع كويس جدا لينا ان احنا نكون حضور الرئيس موجود معانا. انا تسامح من تحت طبعا برش نشكر جدا حضرتك على الكلمات الجميله اللي حضرتك قلتها. يا اشكي يوم ايش من تيمبو اسك ستاند ريبريزنتار من جراند بيش كوما كوما جيت تي اون بيس مود جراند توت جيروش تي سنتين اسمه. واكيد طبعا مسؤوليه ان احنا بنمثل بلد كبير زي مصر دي مسؤوليه على كل اللاعبين لازم كلهم يكونوا قدها ان شاء الله. تمش كسير ايماجين برو جوفنش ايجيبسيوس دو توت بيش. لابد ان احنا برضه نكون زي صوره طيبه ومثال جيد لكل شباب مصر وكل الرياضيين الصغيرين في مصر. تنيا سيرتيزا كاينهم توت جيروش فهمش دار اكيد تمسك ما تمش برا. وانا واثق ان شاء الله ان احنا كفريق وكلاعبين هنعطي كل اللي نقدر نمتلكه او حتى لا نمتلكه من اجل ان احنا نصل الى هدفنا وان احنا نسعد الجماهير المصريه. متبرك يا دكتور. نشكر حضرتك سياده الرئيس على الحضور وانك تكون معانا النهارده. انا بشكرك شكرا جزيلا بتمنى لك التوفيق. طبعا كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. زياره النهارده لها تبقى ان شاء الله لها مفعول السحر. هي دي بقى، هي دي الزياره اللي تدي الباور وتدي الطمانينه وتدي الدفعه المعنويه الجميله. اكيد هنستعرض كل الكلام الجميل ده والزياره دي مع اثنين من كتابنا الرياضيين ونقادنا الرياضيين الكبار استاذنا الشريف عبد القادر والاستاذ مار غريب النهارده في الفقره الحواريه. لكن يعني الواحد بيبقى سعيد لما بيبقى عنده امنيه او عنده طلب وتلاقي الطلب ده على ارض الواقع النهارده بيتحقق. كمان الاجمل من كده كمان اللقطات، يعني كمان اسلامه كمان لو رجعت لي تاني كده في توي اللقطات الجميله اللي هي البانوراما للمدينه الرياضيه حاجه من الحاجات المبهره اللي اتمنى. طبعا مباراه زي مباراه بكره اللي هي ما بين مصر وتنزانيا ممكن يبقى كان العدد الكبير فيها ما بقاش كبير او هيبقى في في في, في, في استاد كبير زي ده مش هيبقى باين، هيبقى صور جدا. لكن اهو هي دي اللقطات الجميله، هي دي الحاجه العظيمه، حاجه تفرح، حاجه تدعو للفخر والاعتزاز، تبقى انت كده سعيد ومبسوط. المكان ده محتاج مباراه دوليه كبيره، مثلا مصر والارجنتين، مصر والبرازيل، مصر والمانيا، مصر واسبانيا، حاجه كده، مصر وايطاليا، حاجه كده من الحاجات الكبيره اللي فعلا تبقى لها كبدايه وباور حاجه محترمه جدا. واكيد القياده السياسيه دايما بتدي دعم كبير جدا، وقلنا البنيه التحتيه في كل ارجاء المعموره من مدن جديده لطرق لحاجات كبيره جدا. النهارده على ارض الواقع وسياده الرئيس موجود في ملعب المدينه الرياضيه استاد العاصمه الرياضيه طبعا بالعاصمه الاداريه الجديده، حاجه تشرف، حاجه كده موجود ومتواجد وسط ولادك، حاجه بتدعو للفخر. اكيد سياده الرئيس طبعا حاجه مواصفات العمل سياده الرئيس بيبقى متواجد كده مع اولاده في حاجه تفرح، حاجه تشرف، بيبقى موجود زي اب الاسره كده، يبقى موجود في بيته الكبير في بيته الحلو مع اولاده سعداء ومبسوطين. والنهارده محمد صلاح هو بيتكلم وعد سياده الرئيس، روي فيتوريا سعيد بتواجد سياده الرئيس، سياده الرئيس هو متواجد بيقول عندنا محترفين وعندنا 7 محترفين على اعلى مستوى، عندنا بنيه تحتيه، عندنا مراكز شباب، عندنا لاعبين، عندنا دوري ان شاء الله، ان شاء الله يرجع الدوري تاني ويرجع في الدوري تاني وتواجد جماهيري كبير على اعلى مستوى. هو ده اللي دايما بيخلينا سعداء. هرجع تاني عشان اعمل نقله تانيه بعد كده. سعداء كل السعاده بوجود سياده الرئيس النهارده وزيارته للمنتخب، دافع معنوي كبير جدا، وهو بيتمنى لهم التوفيق، عايزهم يبقوا خير مشرف وممثل للكره المصريه والرياضه المصريه، مستنيهم على مصلات التتويج، وده يبقى ان شاء الله يبقى منهم وعد لسياده الرئيس بتواجدهم ان شاء الله. واكيد بعد الفوز ان شاء الله سياده الرئيس هيقابلهم تاني ويكرمهم، ودي هتبقى حاجه من الحاجات المميزه جدا. استكمالا لمسؤوليه القياده السياسيه، سياده الرئيس النهارده كان في القداس عيد الميلاد بالعاصمه الاداريه، دي حاجه برضو من الحاجات اللي بتسعدنا. اخواننا الاقباط النهارده، الاقباط النهارده عيد القيامه، كل سنه وهم طيبين، كل سنه وهم سعداء، كل سنه مش هنقول بقى شركاء، هم شركاء، هم اصحاب الوطن، هم اخواتنا، هم حبايبنا، هم جيراننا، هم يعني زمايلنا، كل سنه وانتم طيبين مره اخرى، كل سنه ومصر العظيمه، مصر الكبيره بالقياده السياسيه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما له بصمات ومواقف دايما بتقول ان هذا رجل محب للبلد العظيمه مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
بكرة إن شاء الله الساعة 6 مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي المباراة نقول أو البروفة النهائية لمنتخبنا الوطني مع أمام تنزانيا. نتمنى إن شاء الله يعني الحضور الجماهيري يبقى حضور يعني كويس ومساند، هيشوفوا بروفة يعني نهائية لمنتخبنا الوطني قبل السفر إن شاء الله أجازة يومين، وبعد اليومين التجمع والسفر إلى إن شاء الله إلى كوت ديفوار. وكمان عجبني صورة نازلة النهاردة، نازلة شفتها على الفيسبوك، الملعب اللي هيتلعب فيه لو عندكم يا جماعة مجموعة مصر في كوت ديفوار، حاجة كده جنب على المية على المحيط، حاجة مميزة، حاجة شيك زي النهاردة ما احنا بنتفاخر وعندنا فخر ومبسوطين بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، كمان المكان اللي هيلعب فيه منتخبنا الوطني حاجة شيك، حاجة تليق بقيمة طبعا منتخبنا الوطني في وجوده في كوت ديفوار في 2024. في طبعا قائمة الحكام الدوليين، في قائمة كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم كان اعتمدها معنا، طبعا حكام الساحة إبراهيم نور الدين، محمود البنا، محمود ناجي، محمد عادل، محمد معروف، شاهين المغربي، أمين عمر، أحمد الغندور، نورة سمير. من ضمن الحاجات اللي بتخص القائمة دي طبعا حكمنا الدولي إبراهيم نور الدين هو موجود في القائمة دي لنهاية الموسم ده، بس هو طبعا الراجل قال أنه بيعتذر، القائمة دي بتاع الموسم الجديد، بتاع السيزون الجديد، الراجل بيعتذر عن تواجده في القائمة الدولية. طبعا دي حاجة ترجع له، ودي حاجة طبعا تخص إبراهيم نور الدين بتاريخه الكبير معنا. طبعا يعني الراجل بيقول إيه، أعلن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم الجاري 23-24 على الرغم من تواجده في قائمة الحكام الدوليين بالموسم الجديد زي ما قلت من شوية. إبراهيم نور الدين قال عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك، الحمد لله اعتماد القائمة الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم واحتفاظي للعام 11 بمقعدي بها وتشريفي بتمثيل مصر دوليا، دي حاجة يعني شرف ما بعد شرف بتمثيلك لوطنك في أي محفل دولي. وبعد استخارة الله سبحانه وتعالى قررت نهاية مشوار التحكيم نهاية الموسم الحالي الذي بدأ منذ عام 2002 لإتاحة الفرصة لزملاء الشباب لتمثيل مصر بدلا مني الاختيار والاختيار بديلا، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق. واختتم نور الدين شكرا جزيلا للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي والدولي والاعلام والانديه واللاعبين والجمهور وكل من ساهم في صناعه اسم وتاريخ ابراهيم نور الدين، والله المستعان فيما هو قادم. كل التوفيق والدعم لابراهيم نور الدين في مسيرته الماضيه، كل الدعم لابراهيم نور الدين في مسيرته القادمه، سواء ان شاء الله بقى في اي مجال في لجنه التحكيم نشوفه بقى منور كده في استوديوهاتنا التحليليه بقى وينتقد زي ما كنا بننتقد ابراهيم نور الدين قبل كده، وده حقه، وتواجده قيمة تحكيمية عربية أفريقية دولية كبيرة. إبراهيم نور الدين نتمنى له إن شاء الله التوفيق في الفترة اللي جاية. النهاردة برضو هرجع ونوه وقول تاني، معايا اتنين من النقاد والكتاب الكبار، أستاذنا وصديق العزيز شريف عبد القادر والأستاذ طبعا ماهر غريب، في حوار مهم جدا شد وجذب ما بين شريف وماهر غريب النهاردة، في حوار مهم جدا يطلع منه كلام محترم، كلام مهم دايما كما عودونا دايما وجودهم في كل الاستوديوهات أو في كل البرامج الرياضية. من منتخبنا الوطني، من زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من القائمة الدولية للحكام واعتذار إبراهيم نور الدين، إلى أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي بقى له فترة، مش فترة صغيرة، فترة كبيرة جدا طبعا، هنعلق عليها أنا طبعا أستاذ شريف والأستاذ ماهر النهاردة على طبعا النادي الأهلي والمهاجم الجديد للنادي الأهلي. الأهلي تواصل مع اتفاق مع نادي سيريوس السويدي لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي. اللاعب سيسافر إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية يوم الأحد أو الاثنين. قيمة الصفقة 23 مليون كورونا سويدي، أي معادل 2 مليون يورو، وأن سيريوس لم يحصل رسوم النقل بالكامل ما بين 10 إلى 15% من قيمة الصفقة، سيذهب إلى فيندن سيسل الدنماركي اللي هو النادي السابق للاعب طبعا وسام أبو علي. بس في حاجة بقى خاصة للرومنتادا، الأهلي تعاقد مع وسام أبو علي بمقابل 1,650,000 دولار، بالإضافة إلى بما يعادل بقى باليورو اللي قلته من شوية، بالإضافة إلى بعض المكافآت الخاصة بنسبة حصد اللاعب للبطولات مع النادي بحوالي 300,000 دولار. اللاعب وقع 4 مواسم ويحصل على راتب سنوي 1,000,000 دولار، ولكن هناك بند في العقد ينص أن العقد
لاغي في حالة عدم اجتياز اللاعب لفحص الطبي. ودي برضو نقطة من النقاط المهمة جدا اللي طبعا أي نادي بروفيشنال، أي نادي عنده إدارة تسويق، أي نادي عنده إدارة كرة، أي نادي عنده إدارة محترمة بيقول في حالة عدم اكتشاف الكشف الطبي يعتبر العقد لغي. وسام سيصل الأحد أو الاثنين صباحا ويأخذ على الفحص الطبي في حالة اجتيازه. سيرسل الأهلي قيمة القسط الأول من الصفقة وهو 800,000 دولار يوم الاثنين على أن يرسل باقي قيمة الصفقة على دفعتين شهر أبريل وشهر أغسطس. إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق طبعا في الصفقه الجديده للنادي الاهلي اللي تاخرت كثير. النادي الاهلي بقى له فتره كبيره جدا بيدور على راس حربه، حتى جاله مودست ومودست ما كانش على طموحات النادي الاهلي. وهي دي بعض الامور اللي دايما كنا بنتكلم فيها وبنتكلم ازاي النادي الاهلي بقيمته الكبيره جدا ما بقاش عنده مهاجم على مستوى مميز جدا. هو بيشارك في بطولات كثيره منها البطوله الافريقيه والسوبر والدوري الافريقي، وبعد كده كاس العالم للانديه، ثم السوبر المصري، ثم الدوري المصري، ثم عوده مره اخرى الى دوري الابطال. كولر المدير الفني للنادي الأهلي عايز مدافع وبيصر على تواجد مدافع في قائمة النادي الأهلي، وكان من المرشحين واتقال كلام على أحمد سامي وأسامة جلال. لكن طبعا بيراميدز في ظل أنه تواجده في دوري الأبطال وفي ظل أنه هو ممكن يبقى عنده بطولة بعد خسارة طبعا السوبر المصري كاس الرابطة أمام النادي الأهلي، أحمد بيكهام وعمر فايد. يمكن أنا وطبعا زملائي في الاعداد اتكلمنا وكلمنا على مثلا على عمر فايد، وطبعا الناس اللي ماضي مع عمر فايد كوكلاء لاعبين قالوا هم طموحاتهم انهم يتواجد في طبعا الدوري التركي او من الدوري الصربي اللي هو معار له الان، انه ينتقل الى نقله محوريه ثانيه بالنسبه له. الكلام على محمد اسماعيل، افتكروا الكلام ده كويس، محمد اسماعيل مدافع نادي زد وكان بيلعب قبل كده، هو اصلا من اسماعيليه وكان بيلعب في نادي انبي، واحد من المدافعين المميزين جدا اللي يعني اتعرض على النادي الاهلي. انا بقول لكم اهو خبر يعني من خلال زمايلنا في الرومنتادا او من خلال كنا بنتكلم مع وكيله، الولد اتعرض على النادي الاهلي واتعرض على امير توفيق تحديدا، وده من ضمن الاسامي اللي معروضه على النادي الاهلي. لاعب مميز. هل بقى نادي زد في ظل انه هو راجل متصدر، في ظل انه هو اول سنه في الدوري عامل اداء مميز جدا، ممكن يفرط فيه؟ هو في علاقه مميزه ما بين النادي الاهلي ونادي زد، لكن ممكن يبقى فيه كلام سواء بالقبول او الرفض، ده اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه. كمان نادي الزمالك في مهاجم الاتحاد المنسيري التونسي معروض على نادي الزمالك، ابو بكر تراوري معروض عن الزمالك والنادي الزمالك والجهاز الفني في ظل بقى وجود الكابتن معتمد او وجود بعض الاسامي اللي قلناها قبل كده في الحلقات السابقه في الرومنتادا ما بين هولندي وبين مدير فني هولندي او الماني. هنتمنى ان شاء الله ان ياخد الجهاز الفني او اداره الكره في نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك القرار خاص بتراوري اللي لعب 12 مباراه مع الفريق التونسي سجل 10 اهداف. كمان الزمالك بيوافق على رحيل طبعا ناصر منسي ومحمد عبد الغني والعوده مره اخرى الى البنك الاهلي في الانتقالات الشتويه. كلام، كل ده كلام وبيتقال، كل ده يعني مش هتقدر نادي الزمالك يتحرك فيه. يمشي يمشي، انما انك يجي مهاجم جديد او يجي لاعب جديد ده مرتبطه بفق قيد النادي الزمالك. نتمنى لهم التوفيق. وهو نادي الزمالك عايز يرجع اسامه فيصل بجانب الموافقة على بيع عبد الغني مدافع الفريق مقابل 6 مليون جنيه لمدة 3 سنوات. هل البنك الأهلي محتاجهم يرجعهم؟ هل البنك الأهلي ممكن تاني مرة تانية يرجع تاني يرجع ناصر منسي؟ لعيب كان مميز جدا، لعيب كان مؤدي أداء مميز جدا، كان في بيراميدز وقبل بيراميدز على فكرة أيام فترة وجودي في فيوتشر كان في كلام من فيوتشر أنه يروح ناصر منسي، لكن البنك الأهلي خلص الموضوع ثم يعني باعوا الى نادي الزمالك. ناصر منشي شايف صفقه قويه جدا وصفقه محترمه جدا، وهناقش فيها طبعا ضيوف الاستاذ شريف عبد القادر والاستاذ ماهر غريب، لو انتقل مره اخرى ان نادي البنك الاهلي. النادي الاهلي اخذ لاعب سكه الحديد وفي لاعب ثاني تقريبا ما اعرفش منين كده، يا رب فكروني زمالي في الاعداد، شايف ان هو بيحاول يدعم في فتره التوقف الدوليه بمناسبه مشاركه منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه 2024 كوت ديفوار، وكاس الرابطه ده برضو في بعض اللاعبين هيبانوا فيه وممكن بعض اللاعبين يتركوا بصمه يبقوا متواجدين مع نادي البنك الاهلي في الفتره اللي فاتت، لان البنك الاهلي مر بازمه كبيره سواء السنه اللي فاتت حتى الرمق الاخير في الدوري العام المصري، والسنه دي كمان بدا مع بابا فاسيليو وتعثر ثم الان مع الكابتن طارق مصطفى. نتمنى ان شاء الله للبنك الاهلي كل ان شاء الله كل التوفيق.
عايز بس اطلع قبل ما اطلع عشان استقبل ضيوفي كمان طبعا اتحاد الكره بوجه الشكر للسيد الرئيس وكمان الدكتور اشرف صبحي لزيارته النهارده. طبعا مش هي مفاجاه، هي طبعا زياره سعيده لمعسكر او تدريبات منتخبنا الوطني قبل السفر الى كوت ديفوار 2024. هستعد عشان اطلع لفاصل لان دايما طبعا صديق العزيز شفا قادر يقول لي خلص بسرعه، اما متواجد معاك لازم تخلص بسرعه عشان عندنا كلام مهم جدا مع الزملاء شيف عبد القادر وماهر غريب، ونستعد ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل في حوار مهم جدا. اوعوا تروحوا في اي مكان، ابقوا معنا في الرومنتادا على شاشه قناه المحور. رجعنا تاني بعد الفاصل وانضم لنا في فقرتنا الحواريه اثنين من الكتاب الصحفيين النقاد الرياضيين الكبار، صديق العزيز طبعا ماهر غريب. استاذ ماهر اهلا بيك. توقعت انك تقول الصديق العزيز شريف عبد القادر. حبيبي استاذ محمد، ازي صحتك اخويا العزيز وصاحب رحله كفاح كبيره جدا حبيبي، واحد من الشخصيات اللي دايما بتغيرش هو شريف عبد القادر. اهلا بيك. ربنا يخليك. كان بيقول قصائد شعر فيك بره. لا ده اخويا ده عايشه عمر، خلي بالك حبيبي والله بيقول في الكلام. قضينا احلى ايام واحلى اوقات مع بعض، كنا كل يوم من الظهر او من الساعه 2 لحد الساعه 3 الصبح قاعدين مع بعض، هو كابتن خالد بيومي وشرح احمد جلال وتامر الصقر وناس كتير قوي. صحبه الحلو. عايز اقول لك على حاجه، المكان اللي كان قاعد فيه كابتن خالد بيومي ده طلع ناس كتير قوي، منهم من اجاد ومنهم من شطة الى طريق اخر. ما علينا، نبدا بايه النهارده؟ نبدا النهارده بزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن انا كده كنت في ساعه جلاله كده الاسبوع ده، كان عندي دي ثالث حلقه، قلت يا سلام بقى لو سياده الرئيس كمان راح وزار الولاد قدام الدفعة المعنوية الكبيرة. الحمد لله يعني تواجد سيادة الرئيس النهاردة في زيارة مهمة جدا، ويعني مردودها هيبقى إن شاء الله كبير بالنسبة للمتابعين. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا بنهني كل الإخوة الأقباط طبعا بمناسبة العيد القيام المأهدهم، وطبعا كلنا شعب واحد ونسيج واحد، بنهنيهم بعيدهم يا رب عيد سعيد على مصر كلها إن شاء الله. أكيد زيارة سيادة الرئيس اليوم للمنتخب ولقائه مع اللاعبين والجهاز الفني، وأكيد خطوة كويسة جدا وبتعبر عن اهتمام القيادة السياسية وفخامة الرئيس بالمنتخب والدور الكبير اللي بيمثله المنتخب، وقد ايه قدرة مجموعة اللاعبين دول في رسم البسمة على شفاه 100 مليون مصري اذا قدروا ان شاء الله ربنا يوفقهم ويرجعوا باللقب. انا بيهمني في المقابلة اليوم مجموعة الرسائل اللي سيادة الرئيس المفروض ان هي تكون وصلت للناس كلها من كلام الرئيس. الرسائل ما كانتش بس لمجموعة لاعبي المنتخب ولا للجهاز الفني، اعتقد ان الرسائل لكل المنظومة الرياضية في مصر وتحديدا منظومة كرة القدم. طيب خلي الشيف رحب ونرجع نفند اللي انت عايزه عشان في كلام مهم عايز تقوله. طبعا بكرر طبعا تهنئة لاخواتنا الاقباط عيد القيام المجيد، عيد ميلاد المجيد، ودايما كده نكون نسيج واحد ووطن واحد وشعب واحد، وايام سعيده كلها علينا وعلى الامه العربيه كلها ان شاء الله. بالتاكيد في حدثين مهمين جدا في الفتره بتاعت معسكر المنتخب. حدث زياره الرئيس، ودي مش اول مره، برضو قبل ما نسافر كاميرون كان في زياره لسياده الرئيس لبعثه المنتخب قبل السفر، والحمد لله كان ليها مفعول السحر رغم العقبات والاصابات كده، لكن وصلنا للمباراه النهائيه وكنا كاب قوسين او ادنى من الفوز باللقب لولا ركلات الترجيح اللي يعني كانت الحظ ما ساندناش فيها. الرساله طبعا زي ما قال ماهر مضمونها كبير جدا، رسائلها واضحه جدا. ايضا ابطالنا الاولمبيين اللي زاروا بعثه المنتخب، ودي لفتة طيبة جدا، يعني بشكر اللي فكر فيها واللي اجتهد ان هو ينفذ الفكرة دي، لانها برضو فيها رسالة كويسة جدا. اولا لأبطالنا الاولمبيين اللي ما بنسمعش عنهم غير مع الاولمبيات كل اربع سنين او مع بطولات العالم، وما بنشوفهمش الا في اللقطات اللي زي دي. طبعا يعني انا عايز ادي الفرصه لماهر يقول الرسائل. اتفضل يا زمهر بقى رسائلك بقى. يعني الرساله الاولى طبعا ان قد ايه الدوله مهتميه بكل فئات المجتمع،
كان الرئيس ما ركزش كلامه كله اليوم على مجموعه اللاعبين او لعيبه المنتخب او كاس الامم الافريقيه، ان الدوله مهتمه بكل قطاعات الشعب بشكل عام، حتى مركز الشباب وفي اهتمام مش الشباب بس، كل شيء يعني عنصر الرياضه والشباب ده عنصر مهم جدا. لا لا المركز الشباب كمان، المركز الشباب واتكلمنا على 4500 مركز شباب في مصر وقد ايه حجم كبير منهم تم تطويره، وده بيبين ان الدوله مهتمه بمراكز الشباب دي عشان هي دي ممكن تكون دي البوابه او النافذه اللي ممكن يطلع منها نجوم. لكن في نفس الوقت اذا الدوله مهتميه بال 4500 مركز شباب، الدور الان على مديريات الشباب والرياضه في المحافظات وايضا على وزاره الشباب والرياضه. السؤال الان كم واحد طلع من مركز الشباب دي؟ ايه الدور اللي بتقوم بيه الجهات دي لتفعيل الاهتمام الدوله والاهتمام الرئاسي، ويبقى عندك ويبقى عندك رياضيين. المفترض انا بعدد بمصر بتاريخها بسمعتها بمكانتها الرياضيه الكبيره جدا، من دوره من اول دول العالم لعب الدورات العاب اولمبيه، بنتهيكها في العاب اولمبيه من قرن من الزمن او اكتر، احنا المفترض يكون عندنا عدد كبير جدا من الرياضيين اكتر من الموجودين عندنا حاليا، مش بس مجموعه الرياضيين المتفوقين وموجودين على مستوى العالم وبيحققوا نتائج كويسه، لا المفروض يكون عندنا اكتر. سياده الرئيس النهارده اتكلم على اهميه تحقيق نتائج جيده والفوز بالبطوله. طب يعني معلش مش هتعدي اللقطه دي لان انا عيني راحت يمين شويه، لا اللقطه اللي قبلها كمال حاجه يعني ابهار الملعب ابهار الملعب. هم اعتقد ان هم يعني كانوا ممكن بيفكروا في مباراه تنزانيا، بس هم حسوا يعني ارجو الموضوع ده يبقى في حدث عالمي يا استاذ شريف زي ما قلت شويه. لازم طبعا يعني الملعب والمدينه في مصر الدوليه طبعا الالعاب الاولمبيه لازم. مفخره لينا كلنا في مصر، وكل واحد مصري يجب انه يفخر انه مصري، ان عندنا منشات رياضيه بهذا الشكل. هي بالمناسبه مش ملعب كره بس، يعني المدينه كامله كميه ملاعب رياضيه في كل الالعاب، حاجه يعني طبعا نفتخر بيها ولا تقل عن اي مستوى موجود في العالم. هو ده اللي احنا بنفتخر بيه، ان انت واصل عندك معيار عالمي بتطبقه في المنشات الرياضيه دي. الملعب شكله يفرح من بره ومن جوه، واكيد لما تتلعب عليه مباراه بتتكلم على 90,000، وان شاء الله حدث كبير زي ما قال الاستاذ شريف ان شاء الله 96. يكون 96,000، بتكلم يعني 100,000 تقريبا. فانت هيبقى في ملعب رعب جديد، ملعب رعب جديد قادر ان المنتخبات المصريه، منتخب مصر دايما والفرق المصريه اللي تلعب عليه تحقق النتائج المأموله. مش عايز ادخل كتير في قصه المدينه الرياضيه قبل ما بس ما اكمل الكلام وتصريحات سياده الرئيس اليوم وكلامه على اللاعبين، كلامه على ان احنا عندنا 7 لاعبين محترفين والمفروض يكون في المزيد. دي برضو رساله مش للاعبين ولا للمجد، رساله لاتحاد الكوره ورساله للانديه زي ما قلت ربط بمراكز الشباب الانديه الرياضيه. انتوا بتعملوا ايه؟ ما هو سؤال برضو. انت النهارده ما ينفعش انا دوله زي مصر 100 مليون 105 مليون وفق اخر تعداد، وبتكلم في 7 لعيبه محترفين ولا 8، قليل قوي على فكره. ما ينفعش، معلش مع احترامي، الانديه عندها عجز جديد في الموضوع ده. الاهلي والزمالك سبب رئيسي في اللي بيحصل دوت، الجري ورا اللاعبين وان انت تجيب لاعبين من كل ما اقول لحضرتك على حاجه. امام عاشور راح اوروبا ورجع بعد شهرين، رمضان صبح راح اوروبا ورجع بعد شهر. لا يا جماعه افتحوا الباب الناس تروح، ودي حوافز للانديه اللي تودي لعيبه في اوروبا. يعني النهارده من نادي الزمالك يودي لاعب او النادي الاهلي يودي لاعب، لازم يكون في ليه مكافاه من الاتحاد او من الوزاره فيه، لان النادي ده طلع لعيب صغير وداه، ويبقى ليه حافز بياخده على انه بيطلع لعيبه تروح اوروبا. لان احنا برضو ما ينفعش، احنا رايحين كاس الامم الافريقيه نكاد نقول، انا ما عنديش احصائيه رسميه يعني، اقل منتخب في المنتخبات كلها المشاركه في عدد اللاعبين المحترفين في اوروبا. لا انا مصر، انا بطل افريقيا 7 مرات زي ما الرئيس قال النهارده، احنا 7 مرات بس برضه العدد احنا المفروض نكون اكتر. برضه دي رساله بقى كانت للاعبين، ما تركنوش عن ان انتوا ابطال افريقيا 7 مرات، مصر تستحق تكون 8 و9 و10 مرات بطله افريقيا، احنا مصر. النقطه كمان المهمه جدا في كلام الرئيس اليوم على ان انتوا قدركم على ان انتوا ترسموا البسمه على شفايه المصريين، قد ايه البطوله دي تقدر تسعدوا بها من الملايين المصريين، وبتجمع الناس وتفرح الناس، يعني بيبقى التكاتف ورا كل المنتخب في اي وقت حتى لو في اوقات صعبه بالنسبه للبطل. طبعا مدرب زي فيتوريا وهو مدرب برتغالي، ما اعتقدش ان في الفرق اللي اشتغل فيها سبق ليه ان رئيس دوله حضر له تمرين. هو كان مدرب نادي انديه يعني، بس ما شاف يعني حاجه بالنسبه له، هتبقى حافز ليه. وفي نفس الوقت اللعيبه لازم تنظر انها لما تجيب البطوله هيكون في مقابله ثانيه ان شاء الله من سياده الرئيس، وينالوا الاوسمه وينالوا التقدير الكافي من الدوله. بس الدوله النهارده ادتهم التقدير الكافي والدعم الكافي قبل البطوله، عليهم انهم يبرهنوا بقى على حجم الاهتمام والدعم ده ويقدموا لنا شيء كويس في كاس الامم الافريقيه. طبعا يعني هكمل في نقطه او رساله كانت مهمه جدا في كلام السيد الرئيس. ما اقدرش اسالك عشان ما كنتش وقتك. لا اتفضل. لا اتفضل. يعني كلمه قالها السيد الرئيس للاعبين النهارده، ودي نقطه مهمه جدا، واعتقد اختيار ان الكلمه دي او اللقاء ده يتم في الملعب ده، دي رساله برضو للعيبه وللجماهير وللعالم، ان احنا عندنا منشاه
بهذا الفخر يعني نفتخر بيها يعني، وهي أظهروا وجه مصر الحضاري في البطولة، وده يبين مدى ريادة مصر أفريقيا ومدى الدور بتلعبه مصر على المستوى الافريقي خلال السنوات الاخيره. حضرتك الاستاذ ماهر وانا سافرنا كتير افريقيا وانت عارف عندنا بنيه تحتيه من الحمد لله رب العالمين احسن من بكره الصبح ممكن ننظم اي بطوله، اي بطوله في اي لعبه بكره الصبح يعني من غير يعني استعداد ولا الدخول في منافسه مع اي حد، بكره الصبح ننظم اي بطوله في اي لعبه، منشآت على اعلى مستوى، تنظيم هيبقى على اعلى مستوى، كوادر على اعلى مستوى. أظهروا وجه مصر الحضاري دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، حملك رسالة مهمة للعيبة وللجهاز الفني. عارفين بعض مباريات الكرة بيبقى فيها برضه في بعض العصبية، بعض الخروج عن النص، بعض لا، الرسالة دي مهمة جدا 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 من السيد الرئيس، إضافة للرسائل اللي قال عليها ماهر. بالتأكيد منتخب مصر بتشكيله الحالي بعد ما استقرينا ووافقنا على اختيارات او اقتنعنا باختيارات، هنروح للاختيارات الفنيه في الجزء الثاني. اختيارات فيتوريا، لا منتخب مصر قادر على الوصول لابعد نقطه ان شاء الله في امم افريقيا القادمه ان شاء الله. استاذ ماهر حابب يعني بخصوص الزياره وتوابع الزياره وكل ما اثير في هذه الزياره المهمه جدا، يعني انا هقول لك حاجه تستغرب لها، انا اتمنيت ان اكون موجود يعني ما اعرفش، كان احساسي حتى والسيد الرئيس بيتفقد المدينه الرياضيه الاولمبيه اتمنى اكون موجود. كان في دعوه للصحفيين ان هم يروحوا، كان في دعوه محدش دعاني والله مش بصراحه لا بس انا كان مفيش حرج ان انا اقول كده، بس محدش دعاني. كان نفسي فيه اللي كان نفسي فيه كان يبقى لقاء مع الاعلاميين الرياضيين لو كانوا موجودين، كان برضه هيبقى هتبقى حاجه حلوه، اختصهم بهم سياده الرئيس تبقى كانت حاجه يعني جميله يعني. بس يعني اكيد لو كانوا موجودين كان سياده الرئيس هيلتقي بيهم اكيد، لكن يعني المنشاه نفسها والصور اللي احنا شفناها والفيديوهات حاجه صراحه تدعو للفخر، وكل واحد مصري يرفع راسه. انا كلمت كابتن اشرف صبح على فكره بره الهواء اول امبارح بالليل، يعني اتكلمنا في حاجات كتير جدا، قلت له مع الوزير بعد اذن حضرتك الدعم المنتخب، الدعم المدينه الرياضيه دي لازم الناس تشوفها، لازم تشوف الحاجات على ارض الواقع، قللوا سعر التذكره وقللوا خلي الناس تيجي وتساند وتساند المنتخب قبل ما يمشي. طبعا انت عارف ان احنا هننظم دوره الالعاب الافريقيه 27 يوم 27 وان شاء الله مقدمين ملف ال 30 36، يعني بوجود هذا شفت الصرح الرياضي هيدعم ملف بتاع مصر بشكل كبير جدا، ولا يعني اهم الملاعب في العالم مع احترامي طبعا. هو ده سادس اكبر ملعب في العالم، سادس اكبر ملعب على مستوى العالم، معلومه جديده دي، سادس اكبر ملعب في العالم على مستوى العالم. هيبقى بقى في شغل 96,000 متفرج، المنشآت اللي حواليه، المستشفى كمان، يعني الشركه الراعيه برضه عامله شغل، ومبيله كمان العشب اهوت، العشب العشب ده والمقاعد دي لسه متركبه، يعني اخر حاجه كانت معموله المقاعد بتاعت الجماهير دي لسه اخر حاجه متركبه، يعني عايزين نستغله في اقرب وقت ان شاء الله. هيبقى في مباراه كبرى بين منتخب مصر ومنتخب يعني من المصنفين الاوائل على العالم، يعني ده مش اقل من كده، يعني مباراه المباريات الانديه عليه يعني. لا لا مش ما ينفعش، لازم فعلا لازم منتخب كبير زي الارجنتين بطل العالم. نهائي كاس مصر ما ينفعش كبدايه، مع احترامي لا لا، حتى لو الاهلي والزمالك لا 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 لا، اهلي وزمالك مش حدث، لازم او طبعا هيبقى فيه حضور جماهيري اهلي وزمالك وكده، لكن لما حدث زي الارجنتين او منتخب انا قلت البرازيل ارجنتين اسبانيا بطل العالم 2022، هو بطل العالم بطل اخر نسخه من كاس العالم، تجيبه في حدث زي ده هتلاقي المدرجات فل، الحدث هيتابعه العالم كله، الملعب ده التصوير فيه بقى والتقنيه العاليه اللي هتبقى موجوده فيه والكلام ده، راح تفتح افتتاح عالمي، بتنقل نقله تانية يعني زي ما بنشوف في الملاعب في وطننا العربي وفي اوروبا وفي امريكا. لا حدث، لازم ملعب زي ده يتعمل له افتتاح تاريخي، صحيح تاريخي، مش اهلي وزمالك، يليق بمصر، احترامنا للاهلي والزمالك، ولكن ده شان محلي او حاجه، لكن يعني مش هيتم بيه غير لما تعمل حاجه للدول اللي حواليه، لكن لما تقول لي منتخب الارجنتين جاي العالم كله هيتكلم والعالم كله هيتابع المباراة. كابتن علي زيور الله يرحمه كان يقول الطلبة كلها حربية، وكان الله يرحمه اللي هو سعد الخير الله يرحمه كان من ضمن الطلبة دول، كان يقول لك الألم البركر ما تمليش الا من دواء بركر، فاكر أيوة. أيوة. يعني ادي كل حاجة قيمتها، أيوة. واحنا شفنا ادي كل حاجة وضعها، واحنا شفنا دول حوالينا لما مثلا يعني مثلا في دول حاليا بتيجي تفتح ملاعب عالميه زي كده، لازم يكون في منتخب كبير موجود، ولازم يكون في دعوه كمان للنجوم الكبار على مستوى العالم، لازم انت العالم كله يشوفك في اليوم ده. والله انا من ضمن السياق يا شايف استاذ ماهر طالبت كمان خاصه ان حوالين الاجيال القديمه كلها، الاجيال كلها كانت تيجي تتابع الماتش بتاع بكره ده،
المفروض المنتخب ماتش بكره بقى ماتش بكره انا اعتقد حسب هو في استاد القاهره اه لا اي اي ماتش في استاد القاهره. اللي مهم في ماتش بكره هل هيجي جمهور بكره ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. ده مهم جدا ويمكن صلاح بعت دعوه النهارده وكتب على صفحته المفروض بصراحه المفروض انا كانت وجهه نظري وقلت الكلام ده يعني احنا بنقول بنطرح وجهه نظر وبننقل وجهه النظر ان كان يبقى حاجات رمزيه بس يعني مفروض. مش ده المردود اللي هي منتخب تنزانيا مع احترامي منتخب مش صف اول احنا عايزين نشوف النجوم بتوعنا على ان عايز اقول لك حاجه الكره في تنزانيا اتطورت بشكل كبير صحيح. جدا عندهم ملعب كاس عندهم ملعب على فكره نفس الاستاد كويس جدا في دوري وبنية يعني تحت الرياضية برضه في الملعب عنده فرص زامبيا تنزيا صح متفوقة وماشية كويس الفترة الأخيرة لكن معلش هي مش منتخب صف أول مش مصنف ولا تاني حتى بس هو كإعداد كويس يعني أنت مثلا ما أنتش جايب السنغال ما أنتش جايب نيجيريا ما أنتش جايب السنغال مش جايب مش جايب الجزائر مش جايب المغرب مش جايب تونس ما ينفعش تلعب منتخب كبير كده أنا فاهم أقصد هو ده المباراة يعني هنروح لها في حتة المباراة وهو هدفه إيه وعايز إيه من المباراة بس أنت متوقع أن أنت في الأدوار الثانية هتوصل مع منتخبات مصطفى تصنيف الأول مظبوط يعني فلازم تبعد عن كده يعني. لكن مباراة بكرة مباراة بكرة في حتة الجماهير حاجة من اثنين يا هيجي جمهور بكرة بالعدد الكافي في استاد القاهرة ونقول دي خلاص صفحة جديدة وبداية مصالحة بين الجماهير وبين المنتخب حلو إما لو لا قدر الله في عزوف بكرة من الجماهير لا هيبقى في مشكلة كبيرة جدا ولازم الملف ده ما يفضلش خلي بالك برضه اصل بنقص على ماتش زي ده ماتش ودي برضه وماتش اعدادي احنا كنا بنقول المسنده احنا مش قصد من غير الموضوع ده المسنده يعني لو حضر 10000 هيبقى كويس قوي هيبقى كويس قوي 10000 في مباراه عشان بس ما نحملش الامور اكتر من يعني مش ده المقياس اللي نقيس عليه ان الدنيا اتصلحت ما بين الجماهير وما بين المنتخب او ما بين الجماهير واداره الكوره في مصر يعني مش ده الماتش اللي نقيس عليه حصل جه عدد جالك مثلا 2003 برضه مش مقياس يعني بص خلي بالك برضه بقى اعياد نعتبره تدريب مفتوح اعياد واجازات وكده والناس كلها دلوقتي يعني اخواننا طيب. الاقباط والناس هتستغل في ناس سافرت العين السخنه وسافرت الساحل والاسكندريه يعني في اجازات يعني يكون في حتى حضور ولو مقبول طيب. يعني حضور زي ما حصل في ماتش تونس خلينا ابدا معاك انت كان لك تصريح مهم جدا توميدو كل واحد جدل مش تصريح جدل يعني يعني ما هو التصريح جدل يعني انت قلت كلام هو كلام هو ده اسمه تصريح انا يعني. كان اعتراضي على اختيار ساعتها يعني ده كان الكلام ده كان 4 ديسمبر قبل اختيارات المنتخب وقبل اي حاجه خالص وقبل ما الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه والسوبر والكلام ده كله كان اعتراضي على بعض اللاعبين المنضمين وخاصة في خط الدفاع لمنتخب مصر القائمه كانت 55 الاولانيه القائمه الاولانيه وكان الاختيار ان هم فيها علي جبر واحمد سامي واسامه جلال وكنت عارف ان هم هيبقوا موجودين يعني في القائمه النهائيه او عندنا معلومات يعني فانا قلت ان يعني ادائهم مع بيراميدز في الفتره الاخيره طب تيجي نشوف عليه علامات ما تيجي نشوفها بصوت الصوره نشوفها بصوت الصوره رجع تاني طبعا من الاستاذ شريف وسيد مرغ غريب في حوار مهم جدا في ايرم التاني عدم استدعاء ياسر ابراهيم في رأيي يعني الشخصي بحالة ياسر بعد كأس العالم للأندية في رأيي جريمة كروية جريمة كروية بالذات مع كل احترامي لما بص للأسماء الأخرى للمستدعاء وهستثني منهم حجازي ومحمد عبد المنعم ياسر إبراهيم كان لازم يخش الثالث كان لازم يخش هو الثالث قبل اي حد قبل علي جبر وقبل اسامه جلال وقبل احمد سامي انا بكلمكم مستوى كوره كامل احترامي للثلاثي لعيبه كويسه واسامه لعيب للمستقبل كل الكلام ده كله لكن ياسر ابراهيم كان لازم يخش قبليهم ياسر ابراهيم الماتشات الاخيره عامل ماتشات كبيره جدا ولو لا قدر الله حد من الديفنس بتاعنا في كاس الامم حصل له حاجه كان لازم ياسر ابراهيم يبقى هو البديل الاول لانه كان كويس قوي الفتره اللي فاتت واكتر فتره اشوف فيها ياسر ابراهيم مركز منذ سنوات خلي بالكم يعني انا ياسر ابراهيم انا اول واحد صعدته في نادي الزمالك وهو عنده 18 سنه لعبته اساسي في نادي الزمالك وعنده 18 سنه 18 او 19 يعني مش فاكر ولما كان وحش كنت بنتقده بقول ان هو لا وحش لازم يركز ماتش الجزائر انتقدته انما النهارده ياسر مستواه في الماتشات الاخيره مع كاس العالم للانديه ازاي ما استدعوش سؤال يعني عدم
دي طبعا ده الحلقه دي كانت يوم 18 او 19 ديسمبر. انا بتكلم على حلقه 4 ديسمبر اختلفنا انا والكابتن ميدو وقلت له لازم ياسر ابراهيم يبقى موجود، فقال لي لا ياسر يعني علي جبر لا موجود وبتاع. انا يعني مع احترامي لعلي جبر واحمد سامي وسام جلال، لكن انا بتابع المباريات بحكم شغلي وشايف ان دفاع بيراميدز هو اسوأ خطوطه، دفاع بيراميدز هو اسوأ خطوطه. وبعد كاس العالم والاداء اللي اداه ياسر ابراهيم ومباراه السوبر الاولانيه امام سيراميكا والثلاث مباريات بتوع كاس العالم مع الاهلي، لا ياسر ابراهيم في حته تانية مقارنه بالثلاثي ده. وفي نفس التوقيت لو تابعنا دفاع بيراميدز امام فيوتشر وسيراميكا في السوبر المصري، لا طبعا ده ماتش سيراميكا ده يعني فضيحه دفاعيه سواء من حراسه المرمى او الدفاع فضيحه. يعني سيراميكا يطلع في الماتش ده كسبان 5-6 مستريح رغم ان بيراميدز كسب بركلات ترجيح، يطلع كسبان 5-6 مستريح الماتش ده. فطبعا الكابتن ميدو بعد ما اعلن الاختيارات وتم واتقال ان ياسر ابراهيم بره والكلام ده، قال التصريح اللي هو المشهور ده يمكن انا احتفظت بيه عندي جريمه كرويه عشان لما كنت اقابله على الهواء. فهو طبعا لا بص حضرتك يعني الاختيارات طبعا دي حريه ووجهه نظر المدير طبعًا الفني طبعًا وهو اللي هيسال هو اللي هيحاسب سواء يعني ربنا وفقه او لا قدر الله حصل اي ظرف او لاخره، فهو اللي هيحاسب على ده، هيحاسب سواء بالايجاب او بالسلب. لكن في حاجات بتبقى ظاهره بتبقى واضحه، معلش يعني يمكن الكابتن ميدو بيقول في الفتره الاخيره لا ياسر ابراهيم احد اسباب او احد الركائز الاساسيه في دفاع النادي الاهلي الموسم الماضي دوري الابطال كمان خمس ابطال خمس القاب او ست القاب مع الاهلي، لا مؤثر جدا. وعايز اقول لك حاجه، رامي ربيعه افضل مستوى من الثلاثي بتاع بيراميدز، ربنا يشفي اسامه جلال يعني اللي دخل مكان ياسر ابراهيم، يعني ده الصدفه اللي لعبت القصه دي. لكن رامي ربيعه وهو مستبعد او هو بينزل كبديل او لما بيحصل اصابه لعبد المنعم او لياسر ابراهيم هو افضل منهم دفاعا، افضل من الثلاثي ده. وتابع المباريات حضرتك، يعني تابع الاهلي بيلعب في افريقيا بيلعب دوري وبيلعب كاس وبيلعب سوبر وبيلعب كاس عالم الانديه، تابع الثلاثي ده بتاع دفاع الاهلي مقارنه بالثلاثي بتاع بيراميدز. وبعدين ما ينفعش تاخد اثنين اساسي والاحتياطي بتاعهم وهم بالحاله دي، يعني وهم بالحاله دي ما ينفعش تاخده. أسوأ خط في خطوط بيراميدز هو خط دفاع وحراسه المرمى. سمعت والله في حته الاختيارات انا متفق مع الاستاذ شريف في جزئيه ان ياسر كان يستحق يكون موجود من حيث المبدا. انت بتعرف حاجه تصريح قديم او حاجه كده قلت لي قبل ما نطلع لتصريح ميدو؟ لا ده على ياسر ابراهيم ان هو لان كابتن ميدو قال انه كان لعيب في الزمالك وفعلا كان لعيب في الزمالك وبعدين راح سموحه وبعدين راح على النادي الاهلي. انما ياسر ابراهيم من ناحيه قالوا انه يستحق يكون موجود في القائمه، يستحق يكون موجود في القائمه. لكن خلينا نتكلم بقى بعيد عن الاسماء. النهارده مدرب بيعلن قائمه اسماء منتخب خلاص هو بيشيل شيلته وحر شلته. يعني خلينا نتفق انه لولا اصابه اسامه جلال كان ياسر ابراهيم لغايه دلوقتي بره وخلاص الموضوع منتهي. قضيه يعني مساله قضيه هي نفس قضيه كوكا نبيل كوكا يعني كوكا كان موجود مهند لاشين مش موجود. لكن هي المساله برضو يعني ممكن نتكلم فيها بالمنطق. يعني انا مع كابتن ميدو ومع الاستاذ شريف في انه كان ياسر يكون موجود، لكن للاسف ما بتتاخدش بالزاويه دي. لقيت ناس كلها بتتكلم زي ما الاستاذ شريف او زي كابتن ميدو، لا المساله في مصر للاسف في الاختيارات اهلي وزمالك ودي افه بتواجه منتخب مصر لا لا سنين. لا 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 وبيراميدز دلوقتي ما احنا شفنا البوست اللي طلع وشفنا يعني رئيس التنفيذي واضح الاستاذ ممدوح عيد ان بيتكلم ان انا عندي 7 لعيبه ماشي. ما هل انت عندك 7 لعيبه فانت احسن نادي في مصر؟ ملهاش علاقه. يعني احنا نقعد نباها انا عندي 7 وده عنده 6 فانا احسن منه؟ لا. طب ما الزمالك ما عندوش غير الـ3 لعيب، هل معناه ان الزمالك سيء؟ لا الزمالك يظل هو الزمالك برضه. لا الزمالك كسبك بالـ3 بس كسبك بقرارات من كاس مصر يظل هو الزمالك. فهي حته ان القفه اللي بتواجهنا دايما الكلام كله اهلي وزمالك. انا النهارده ما خدش اللعيب سين في الاهلي فلازم يبقى في حمله عليه واعلام النادي الاهلي يشتغل عليه، غلط للاسف الشديد. مع انا لو هختار حارس من الزمالك لازم اخد عواد ما اخدش محمد صبحي. مع اصابه اسامه جلال صح ولا لا؟ صحيح كان في شماته ما ينفعش في النهايه اسامه جلال انسان طبعا يعني لعيب الكوره ده انسان بكل احترام والتقدير طبعا. ما أي انا بقول على ان ده اللي حصل، انا ممكن ما اقولش اسماء بس ده زي كوكا. لا هو انسان قوي خلاص ملوش نصيب يلعب ملوش نصيب يلعب. بس عجبني ياسر ابراهيم في تصريحه لما تم لم يختار يعني لم يتم ضمه لما قال انا في دار المنتخب ودي وجهه نظر المدير الفني عشان هو كبير ومميز عشان كده طلعت تصريحاته موزونه. انا عايز اقول حاجه كمان على الاختيارات، يعني انا بعيد عن انا مش على الاسماء مش على الاسماء مش على اسماء كتير. انا ما عجبنيش ان فيتوريا عمل مؤتمر صحفي لاعلان القائمه
اساء للعيبته في المؤتمر الصحفي. تقصد ان القايمه تتقال تطلع للاعلام من خلال الموقع الرسمي. تجربه مع المدرب اللي قبله كروش البرتغالي كروش خلاص قايمه بتنزل على منصات الاتحاد على السوشيال وانتهينا خلاص. ده دي قناعات المدير الفني. لا ما اتكلمش في لا هو ممكن يعمل مؤتمر صحفي يقول انا هعمل ايه هو عمل يقول للاعلام لكن مؤتمر صحفي في المؤتمر الصحفي ما اعلنوش المؤتمر ما يبدا بدايه نزل القايمه. طب معلش انت جاي عشان تقول لي ما خدتش محمد عباس ما خدت ماهر غريب ليه؟ ده غلط ما لهوش علاقه. ده ما برليش انا صحفي مع احترامي للزملاء الصحفيين زمايلنا برضه بيسالوه مع احترامي مع احترامي ده مش احتراف ده لا يليق بمنتخب مصر. طيب انت اتعاملت مع صحفيين اسال عارف اقول لك حاجه دي اتقلبت اهلي وزمالك برضه لا يليق. ما انت خلاص طالما جبته على المنصه يبقى هتسال. لا حضرتك على حاجه ملهاش لازمه عشان كده ملهاش لازمه يا فندم. انا هنا عشان ارد انا هعمل ايه في فتره الاعداد انا طموحاتي ايه انا هوصل ايه انا هعمل ايه بالمجموعه. لو عنده مباراه اكس او واي ومع واي بتساله على مباراه قبل كده وده حاجه من الحاجات برضه بدايه اللي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس حته المؤتمر عشان بس معلش رساله لاتحاد الكوره وللزملاء القائمين على الاعلام في الاتحاد وعلى المنتخب ملوش لازمه. هو قال لي ايه جديد في المؤتمر؟ اسامه جلاء اسمه اللعيب احمد سامي ساعه سويسريه معناه لعيبه المنتخب ساعات فالسو يعني ولا تايواني ولا ايه؟ كلهم اكيد ساعه سويسريه ما اكيد ال 26 الباقيين كده اختارهم. ما هو برضه كلام غريب. عبد الله السعيد كان موجود معاه بس انا دلوقتي شفت ان في حد افضل. انت مش محتاج تقعد تشرح الكلام ده كله. كارثه اتعامل مع عبد الله السعيد ده كارثه. انت مش محتاج تقعد تشرح الكلام ده كله. اتعامل مع عبد الله السعيد انت واخده وحطيته ورجعته من الاعتزال. لا وقعدت معاه ورجعته من الاعتزال واقنعته انه هيرجع. وبعدين تقول لي انا اصل انا عاجبني جاهزيته قوي. فعشان كده معلش كان يجب القايمه تعلن على طول منصات الاتحاد وانتهينا الموضوع وقفلنا يا فندم. لا بص انا مش ضد ان يتعمل مؤتمر صحفي يا مان بس مؤتمر صحفي اتكلم فيه عن الاستراتيجي والاعداد والمباراه بس انا خطتي ايه هقابل هل تنزانيا ده ليه تنزانيا ليه اخترت المنتخب التنزاني واخترت العاصمه الاداريه عشان ابقى بعيد ومركز الملعب لان الكلام ده مستهلك على مدار الفتره اللي قبل المؤتمر كله. هيقول ايه؟ هيقول التجمع يوم 2 وهنسافر كذا. ما معروف الكلام ده مش ده اللي قصدي فيه. انا اختياراتي بناء على ورؤيتي للبتاع بشكل عام لكن ما حددتش. ما يفضلش بقى القاعه رايحه سجال. ما ينفعش اهلي وزمالك انت ما خدتش ده انت ما ده مصاب وانت خدته وده مش مصاب مش حلو وما خدتوش وده مصاب وانت ما خدتوش. قصه يعني. وبعدين هو حتى ردوده غير مقنعه يعني ردوده غير مقنعه. اتزنق عشان كده ما كانش لازم المؤتمر. يعني ردوده لما تقول له مثلا انت خدت احمد الشناوي كحارس وهو مصاب وفي نفس الوقت ما خدتش حسين الشحات وهو مصاب يقول لك اصل انا ما جاليش تقرير طبي عن حسين الشحات. قال لك لا هو راح للدكتور ما قالوليش ان هو جاهز ولا لا. حتى الردود مش مقنعه والمفروض السؤال ما يطرحش اصلا. يعني انت المفروض المنسق الاعلامي او اداره الاعلام في الاتحاد تقول المؤتمر ده لا علاقه له بالاختيارات. الاختيارات دي وجهه نظر المدير الفني. هو يقول اول الاختيارات دي انا المسؤول عنها وانا اللي هحاسب وانا اللي والاختيار دي وجهه نظر فنيه بحته ليا كجهاز فني مسؤول عن المنتخب ويقفل السكه. لكن مش الموضوع يبقى سجال كده بين القاعه وبين المنصه. كان حاجه سلبيه جدا. انا مش عايز اقول اكتر من يعني بس كانت حاجه سيئه خلينا نكون حاجه سيئه جدا. وما ينفعش مؤتمر زي ده يتعمل بالشكل ده واحنا مصر كل منتخبات افريقيا اعلنت القائمه بتاعتها. اشمعنى احنا الوحيدين اللي عندنا الموضوع ده؟ فاكر منتخب قائمه البرازيل اللي تم اعلانه ازاي في قطر 2022؟ هو البرازيل بس. هو البرازيل شفت هي البرازيل بس. انت شفت لويس انريكي مع منتخب اسبانيا عملها عمل القائمه ازاي؟ التلفزيون القائمه قاعدين محمد عباس شباب قادر ماهر غريب بس ادي فيها تشويق. فيها تشويق الناس بتبتكر. معلش البوست اللي بينزل يا جماعه عفا خلاص بقى يا جماعه احنا هنتطور. احنا لسه النهارده بنقول مدينه رياضيه جديده وسياده الرئيس مهتم بالمنتخب ولا هنفضل محلك سر وهو نفس القالب اللي فيه جمود ومفيش فيه اي فكر؟ محدش بيفكر. الدنيا اتخلقت والناس موجوده في العالم عشان تفكر وعشان تطلع دايما الاحسن. ادي القايمه يعني انت كنت معلش هو مش ابداع لا خالص مش ابداع. لا انت النهارده شوقني خلي منتخبات افريقيا تتفرج على القايمه بتاعتي بالستايل ده. لا غير حتى لما بتنزل بصور لاعبين ما ينفعش اخر واحد في المدربين يعني مع احترامنا لكل المدربين الجمل المنتخب اخر واحد كان بيعمل مؤتمر صحفي تطلع تقعد اسبوع تكتب وراه كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. تقعد اسبوع تكتب وراه وما يوصلكش لحاجه بس تكتب من وراه عناوين وشغل من وراه. طبعا كابتن حسن حتى ما كانش بيحب المؤتمرات الصحفيه يعني ربنا يديله الصحه كان بيطلع الكابتن شوقي غريب. لكن الكابتن محمود الجوهري كان استاذ ورئيس قسم ومقنع. يعني انا افتكر مثلا سنه 98 وليد صلاح ما بيلعبش في الاهلي كان عنده مشاكل مع تسوبل ما بيلعبش بشكل اساسي خده. طبعا الدنيا صارت
ازاي وليد صلاح، حتى جمهور الصحفيين اللي بينتموا للنادي الاهلي، ازاي وليد صلاح يروح المنتخب؟ قال لهم انا هجهزه وده افضل بديل لحازم امام. يعني عنده وجهه نظر ان ده لعيب ممكن يتجهز ويبقى لاعب موجود في قائمه المنتخب يقدر يقوم بالدور اللي بيعمله حازم امام. فيعني في كان عنده اقناع والكلام ده، فده كان اخر مدرب تشتغل من وراه مؤتمرات صحفيه وانتخابات. يعني ايام كابتن جوهر الله يرحمه ما كانش فيه السوشيال ميديا بقى والكلام الفاضي ده خالص. دلوقتي معانا السوشيال ميديا، انت طلعت قلت ايه؟ مع اصل برضه انا ملاحظ مؤتمرات فيتوريا كتيره وكلها فيها جدال، اخدت ده ليه؟ هتلاقي ايه ده؟ ما فيش مدرب على فكره، انا ما اعرفش هو بيقبل كده ليه، انا مستغرب لفيتوريا انه بيقبل كده. يعني المفروض حصل ده في مؤتمر تاني ما يعملش مؤتمرات تانيه خالص. وبعدين بقى لا على الرغم بقى انا حضرت له واقع عشان قبل ما اطلع فاصل، بس انا ما كنت موجود في فيوتشر، كنا في الفي اي بي ما بين الشوطين، في ولد صديق محمد رضا بوب عمل له كوتش بوب كوتش جود بلاير كوتش بوب كوتش جود بلاير، قال له مش انت اللي تقول، انا اللي اقول. هو ده المفروض في العالم كله كده. ما زلنا مستمرين مع ضيوفي الكرام الاستاذ مار غريب والاستاذ شيف عبد القادر، ولكن بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل وما زال في ضيفتنا اثنين من النقاد الرياضيين الكبار استاذ شريف عبد القادر واسامه الغريب. كان في حوار كده بينه وبين استاذ مار غريب على سؤال مهم جدا، قال لي هو السؤال ده اللي عايزك تساله لي. اللي هو يعني اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المنتخب هيعمل ايه في كاس الامم الافريقيه؟ اتفضل. اذا ربنا وفق المنتخب ومشي، هو ايه طموح ان شاء الله؟ يعني طموح الله المنتخب في كاس الامم الافريقيه، حد هيقول لي اللقب. طيب ده الاختيار اكيد اللي احنا كلنا نفسنا فيه ونتمنى ده يحصل. ماذا لو لم نفز باللقب؟ هيبقى ايه الشيء المرضي للقطاع العريض من الجماهير؟ لا قدر الله، ايه الشيء المرضي؟ هل الوصول للمباراه النهائيه؟ هل نصف النهائي هنعتبره برضو يعني الى حد ما ادينا في الشكل اللي يضمن لنا ان منتخب مصر ماشي على الطريق الصحيح؟ لسه عنده تصفيات كاس عالم، ومش عايز اقف كتير عند حته تصفيات كاس العالم، لان مع احترامي بعد ما الاتحاد الدولي لكره القدم رفع عدد المنتخبات ل 48 لازم، فانت يعني معلش مع احترامي يعني صعب قوي في كاس العالم طبعا. فحقيقة هو السؤال دايما، يعني أنا مش عايز ناس كتير حتى والعالم يقول لك المنتخب في التصفيات هيلاعب مين والمنتخب ايه صعب. انت دلوقتي من دلوقتي لازم هتعمل ايه في كاس العالم الجاي في 26؟ هتعمل ايه؟ هل انت رايح تلعب دور مجموعات وتمشي، ولا عندك امل ان منتخب مصر يحط رجليه في البطوله ويبقى ليه تواجد؟ ومفترض ان منتخب المغرب بعد اللي عمله في نسخه المونديال الماضي في قطر 2022 فتح الطريق لكل منتخبات افريقيا المنتخبات العربيه. ايه المانع ان انتوا تكونوا موجودين تكونوا في نفس المكان؟ منتخب المغرب هو لعب سيمي فاينل وقدر يلعب وكان قريب ممكن يلعب فاينل، لكن هو اكتفى بمركز الرابع، وده كان انجاز كبير لم يسبق لاي منتخب عربي او افريقي انه حققه. وبالتالي انت النهارده منتخب مصر، هو ده السؤال اللي نساله لنفسنا، ونبقى بنحضر نفسنا من الاجابات على الاسئله دي. اكيد فيتوريا وجهازه المعاون والاتحاد ومعاهم اللاعبين وطبعا بقياده محمد صلاح الامل كله ان احنا نرجع بالكاس، هيكون شيء عظيم جدا. لكن برضه خلينا، هو صلاح نفسه قال لك مع سكاي نيوز، قال لك انا نفسي احقق البطوله الافريقيه مع منتخب. صلاح لعب 2 فاينل 2017 في الجابون، ولعب الاخيره دي اللي في السنغال 21 في الكاميرون كاميرون، وخسرناها مع السنغال بضربات الجزاء. بص يعني ونتذكر جميعا المشهد المؤثر لتريزيجيه اللي انا بصراحه لو انا مكان فيتوريا ومكان دايما المشهد ده فيديو يتعرض كل يوم للاعبين مرتين، هو مرتين يا صلاح. خلاص الثالثه تبت بقى، يعني مرتين في مجموعه من اللاعبين شناوي، وكان شناوي ما كانش موجود في 17 كان الحضري، انما يعني تريزيجيه حجازي محمد صلاح زي 2010 في كاس العالم برضو كانوا يعني انا الاوان بقى نشيل البطوله. احنا منتخبنا يقدر، ومنتخبنا في التحديات اللي من النوع ده بيقدر يكمل، بس ننحي جانبا حته مين لعب ومين ما لعبش. لان خليني اقول لك شيء، الناس كلها شغله بالها بالاختيارات واختار مين واختار مين. هم 12 13 لاعب فيتوريا، اقول لك عارف تشكيل المباراه الاولى يمكن من بالك، هو برضه فيتوريا ذكي عايز يحافظ على اوضه اللبس برضه، يعني جايب لعيبه برضه ما تعملش مشاكل بره، هو على الدكه وعلى اوضه اللبس وبتاع، يعني في لعيبه لما تجيبها المنتخب وما تلعبش تعمل لك مشاكل. ففيتوريا يعني ناصح في حياتك. بس خلينا نقول حاجه يا استاذ شريف، ان البطوله الامم الافريقيه هي الاختبار الحقيقي الاول لفيتوريا مع المنتخب. طبعا مع احترام كل الماتشات اللي فاتت، الجزائر وبلجيكا والتصفيات بتاعه افريقيا وكل الكلام ده الاختبار الحقيقي الاول لفيتوريا. والنقطه الثانيه اللي هتواجهه بقى كمنتخب مصر
هو قدامه تحدي كبير في نص الملعب. يعني هو المركز الحراس المرمى مستقرين، الدفاع مستقرين، خط الامام مستقرين تقريبا، عنده ستة في نص الملعب. هو ده هيقدر بقى يعمل التركيبه ازاي الثلاثه اللي هيلعبوا، خمسه على الاقل يعني الثلاثه اللي هيلعبوا. طب نيجي نتكلم يعني ناخد رايكم انتوا في الحيره بتاع نص الملعب دي ازاي تفكر ازاي اللي هي جزء اهم من قبل ما نروح في التشكيل والكلام. اتفضل. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله مصر يا رب يا رب تفوز باللقب ان شاء الله، وكل امنياتنا بالتوفيق للاعبتنا، ولاعبتنا قادره ومنتخبنا فيه عناصر مؤثره وعناصر قادره، وبوجود صلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد والشناوي وحجازي وعبد المنعم، يعني عندنا عناصر مميزه جدا جدا، وحمدي فتحي والنني، يعني كل العناصر متميزه جدا، وفي كل خط في عناصر متميزه جدا وقادرين يوصلوا ابعد نقطه، وان شاء الله ان شاء الله زي ما قال ماهر الثالثه ثابته نرجع باللقب. ولكن احنا اكبر منتخب معدل اعمار في البطوله، نقترب من 29 سنه، متوسط اعمار 29 سنه. لعيبه بقى وصلت 33 و34 وعدوا 32 و31، لعيبه كتير جدا في المنتخب معدل اعمارها كبير جدا. على 26 هيوصلوا ل 36 سنه و35 سنه. فانت اول ما تخلص من البطوله دي اول حاجه تاخد الاولمبي. لا مش منتخب الاولمبي، لازم تنزل معدل اعمار. مين بقى؟ منتخب اولمبي، منتخب شباب، لازم معدل اعمار ينزل، يعني باستثناء صلاح عشان المشروع اللي انت ماشي عليه شويه. يعني حتى تريزيجيه 29 سنه ومصطفى صلاح وحمدي فتحي كل ده يعني خلاص اقتربوا من 30. يعني صلاح 31 سنه او هيتم 32 سنه، بس كقائد وميسي مكمل 36 سنه و37 سنه، فكقائد صلاح يقدر يكون موجود بقوته وسرعته وتكوينه الجسماني والبنيه والجو اللي بيبذله مع ليفربول، قادر ان هو يبقى الخبرات اللي عنده الدوليه. لكن في عناصر لا شكرا، بعد كاس الامم ان شاء الله نكسب اللقب وده يكون خير تكريم ليهم، شكرا. نبتدي بقى ننزل بمعدل الاعمار، انت عندك 26 محتاج عناصر شابه. يبقى كل خط فيه عنصر خبره، بس عنصر خبره ما يبقاش بقى معدي ال 35 سنه، انت هتروح تلاعب بقى منافسات اكبر، منتخبات اقوى، ولازم ومبقاش زي ما قال ماهر، مبقاش القصه ان احنا هنصعد كاس العالم، يبقى مش هدفنا ان احنا نصعد. لا، انت هتعمل ايه في كاس العالم؟ هو ده السؤال، انت هتعمل ايه في كاس العالم؟ مبقاش القصه ان انت هتصعد، انت بعد ما افريقيا بقى فيها 9 دول وانت مش موجود، دي تبقى كارثه الكوارث. يعني كنا الاول 3 ولا 2 ما بنوصلش، 3 ما بنوصلش 5 ما بنوصلش، دلوقتي بقى 9. يعني من كوارث اللي هتبقى من كوارث الكوره يعني في مصر في افريقيا، يعني ان مصر ما تصعدش كاس عالم ومصر وافريقيا فيها 9 دول، فانت هتعمل ايه في كاس العالم؟ خاصه ان زي ما قال الطموح زاد لدى الدول الافريقيه بشكل عام ومصر بشكل خاص، يعني بعد اللي عملته المغرب والوصول لنصف النهائي، وكانت قبقه قصينا وادنى لولا برضو بعض الاخطاء التحكيميه انها توصل للنهائي امام فرنسا. فرنسا منتخب كبير واقوى ومحترفين وخبرات وكل حاجه، ولكن في المباراه دي المغرب برضو تعرضت لظلم تحكيمي كبير عصب بيها من نصف النهائي. فاحنا لازم معدل اعمار، لازم يبقى في فيجن وفي رؤيه ل 2026 كاس العالم 2026، ما يبقاش القصه ويبقى الاستعداد ل 2025 امم افريقيا في المغرب، ده من ضمن الاستعداد لكاس العالم، ان انت لازم تنزل بمعدل اعمار على الاقل يبقى 25 سنه، متوسط العمار 25 سنه. في عنصر خبره في كل مركز، خلي بالك برضو كان وائل رياض عمل تجربه كده في 2005 استدعى مجموعه من الاولاد اللي هم المحترفين حاملي الجنسيه المصريه، حاملي الجنسيه المصريه بيلعبوا في وعايشين بره. فكره كويسه جدا وفكره اتاخرت كتيره جدا، يمكن روراوا ومدرب ورابح سعدان لفوا اوروبا في 2008 هم اللي عملوا القاعده دي، اللي عملوا المنتخب اللي راح كاس العالم على حسابنا في 2010 لفوا اوروبا كلها وجابوا كل الجزائريين اللي يحملوا الجنسيه الجزائريه وجابوها نفعوهم، قعدوا الجيل ده قعد لعب 2010 جنوب افريقيا ولعب 2014 البرازيل، الجيل ده هو اللي لعب وخد امم افريقيا 2019 الجيل ده. بس انت طرحت نقطه مهمه جدا عايز عندي فيها راي يا استاذ شريف، من حيث المبدا هو كلام كويس جدا ان هو الراجل المفروض يشتغل على انه ينزل بمعدل اعمار اللاعبين، اكبر اعمار في البطوله، لكن اكبر معدل اعمار حاجه وواقع الكره في مصر هي تبدو مهمه شبه مستحيله لفيتوري،
انت عشان توصل تنزل بمتوسط اعمار اللاعبين محتاج قماشه تختار منها. قول لي لعيبه صغيره بتلعب في الانديه. احنا للاسف الشديد للاسف الشديد مشكله ميكالي الولاد اللي ما بيلعبوش ده بقى الهد بقى يشتغل. لا الهد يشتغل لغايه ال 24 سنه ما بيلعب تقول اللاعب الواعد. يعني مصطفى شوبير لعب مباراه كاس السوبر الناس بتكتب وتطلع في الاعلام تقول لك الحارس الواعد يا جماعه واعد اربعه يا جماعه في حارس كبير يعني سنه على راسي. لا انا قصدي يعني لا كبر وعنده نضج خلاص. انا ما بتكلمش انا بدي مثال حتى مصطفى شوبير 24 سنه كابتن اكرامي لعب منتخب ولعب اهلي 17 سنه قبليه بسنه بسنه ونص سنتين سيد نيمار ويوسف اسامه نبيل لعب مع الزمالك 24 سنه الوعدة. الوعده ايه 24 فزاي سنه فازاي انت فيتوريا هينزل متوسط اعمار اللعيبه 23 منين سنه منين؟ ما هو انت النهارده انت تعال بص على القماشه بتاعه 18 نادي. قول لي لعيبه 18 سنه 19 سنه بتلعب في في الانديه تصلح منتخب عشان يبقى في كاس فرقة العالم فيها فرقه الله ينور عليك. فهو الراجل صراحه هو اتكلم على فكره فيتوريا اتكلم اكتر من مره في حته معدل الاعمار فعلا واضح ان هو واضح ان هو بص داخل حرس سد زي ما بيقولوا هيجيب منين؟ انت النهارده هي دي القماشه الانديه في مصر اللعيب 25 سنه بتروح اللعيب صاعد ولعيب واعد. خلي بالك في جزئيه مهمه ودي في يناير الجاي دي لعيبه كتير جدا هتبطل لعيبه كتير جدا اللي هي تخطت ال 37 و 38 و 39 اول ما المنشطات والترامادول هيتمنع هيبقى ينزل جدول. لا لعيبه كتير جدا هتلاقيها قاعده في البيت مش عايزين بس نخبط في الناس بس ده بقول لك واقع معلش يا كابتن. لا ده واقع ومعروفه يعني احنا ما بنقولش حاجه. اول ما الجدول هيخش فيه ترامادول لعيبه لان احنا بقى معدل الاعمار في الملاعب كبر قوي لعيبه عندها 39 سنه. في لعيبه بطلت في الممتاز الف او في الدوري الممتاز وبتلعب درجه رابعه وبتاع وبتاخد فلوس مع انديه شركات وبتاع وكده لعيبه معديه ال 40 فده منين يعني؟ معلش مع احترامنا السن ليه حكمه. فلا يعني في حاجات كتير قوي ويجب ان اللجنه المكافحه المنشطات تشتغل بقى وتشوف شغلها لان الموضوع زاد. بس انت عشان تنزل بقى خلينا في حته نزول متوسط اعمار اللاعبين فيتوريا لوحده مش هينفع. احنا قلنا هي لازم انديه ولازم اتحاد الكوره لازم استاذ محمد الزم انديه الدوري مش عايز اقول ما خلاص من الدوري ده بقيه الموسم من انتقال شتوي من الموسم الجديد لازم في التشكيل لعيب تحت ال 20 سنه يلعب اساسي. هم بياخدوا خمسه تحت سنه ما بيطلعوش يبقى ينفع الكلام ده؟ لامين جمال بيلعب 17 سنه ينفع الكلام ده؟ هنفضل خلينا بص احنا لعب منتخب 16 سنه وشويه انت عايز تتقدم وتمشي لقدام ولا هنفضل دايما باصين تحت رجلينا؟ مش هينفع. لعب منتخب اسبانيا 16 سنه انت بتتكلم في ايه؟ انت وبص كام لاعب وجابي جزء من كان كابتن ميدو مش معانا النهارده بس هو بيبقى حاضر دايما في السيره يعني ايه اللي نجحه؟ ما هو راح اوروبا امتى؟ صغير 17 سنه بيلعب ولا 16 سنه خلاص بقى لعيب محترف في اوروبا بيعتمد على نفسه. تسمع بقى حاجه غريبه عند بعض لاعبتنا اللي جالهم عروض اصلا ما بيتاقلمش على حياه الاحتراف. لا انا اسف هو اللي ما يعرفش يعيش حياه الاحتراف اصلا. لا 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 مش كده هو بس هو عاجبه الجو هنا. بص في لعيب او يعني في بعض اللعيبه يعني مثلا بيطلع اوروبا هو بيروح بيبقى مواطن عادي يعني بيمشي في الشارع بمواطن عادي. هو هنا كابتن هو هنا في مصر الكابتن راح الكابتن جه هو بيبني على ان الناس تشاور عليه. انت دي عقليه ما تلفش مع كل المحترفين اللعيبة اللي بالعقليه دي النجوم بقى اللي هم النجوم هناك في اوروبا يعني زيدان واحمد حسن وعبد الظاهر السقا وعبد العزيز كل دول لف معاهم خلاص. فدول فيهم منهم ناس خلي بالك في يعني الناس دي كانت تمشي جنبهم تتصيد في تركيا وفي بلجيكا تتصيد والناس دي كانوا نجوم في تركيا لكن في تجارب بيروح هناك ما حدش يعرفه لكن هو هنا نجم وبعدين بيروح هناك بياخد مرتب فبيدفع 40% منه ضرايب هنا ما بيدفعش. طب انت عندك تجربه مصطفى محمد لعيب ما كانش عنده فرصه ده عشان هو عايز ايوه ثقافه لاعب بقى عايز بقى اللعيبه اللي عايز دي ثقافه لاعب في مين عندك كده عايز لعيبه عايز دي ثقافه لاعب هو عايز بيلعب في فرنسا هو لعيب 25 سنه وبقى له سنتين بس محترف. قبل كده لما كان الاحتراف المردود المادي منه برضو كبير حالا في مصر وانت قاعد ممكن تاخد قد اللي بره اكتر هتاخد ده برضو مشكله كبيره اسعار اللعيبه في مصر ايه السوق سوق اللاعبين في مصر عامل ليه كده في مشكله كبيره جدا مين المنظم للموضوع ده الانديه الكبيره اللي عندها قدرات ماليه بتدفع هي اللي مبوظه السوق. لا لا مش اللي مبوظه السوق الانديه الكبيره صفقه صلاح محسن هي اللي بوظت السوق اصلا من كام سنه. لا لا هي 40 مليون دول الانديه الغير جماهيريه هي اللي بوظت السوق هي اللي علت السوق ماشي والانديه اللي هي عندها قدرات ماليه اللي هي يقدر يدفع عنده يدفع يدفع في الشراء ويدفع رواتب. فانت النهارده هتتكلم انت في النهايه بنلعب دوري ليه وبنلعب كاس ليه؟ معشان منتخب مصر
ما هو ده المنتج بتاعك اللي انت لما تقدمه للعالم تبين حقيقه كره القدم في مصر. وارجع للنقطه الاهلي الاستاذ شريف لما سياده الرئيس النهارده بيقول الواقع الحضاري، اظهروا الواقع الحضاري لمصر. انت دوله عندك حضاره وعندك تاريخ، لازم الكلام ده كله نستثمره في كل المجالات ومنها المجال الرياضي. على فكره هو سياده الرئيس الكلمه دي بيقولها في كل المجالات حتى في كل الرحلات في كل الامور الاجتماعات البتاع الواقع الحضاري لمصر. دوله عندك جينات عندك جينات بتاعه نشأة ثقافه وحضاره كبيره جدا، انت الكلام ده لازم تستثمره. انت دوله واخده كام نوبل؟ لا تستثمره ستة سبعة. وعندك العقول على فكره، وعندك الناس المصريه اللي تقدر تديه. ما ينفعش نظام المسابقات عندنا، اقول لك حاجه من الحاجات اللي انا كماهر معترض عليها جدا في نظام المسابقات في مصر، الاعاره. انت فاتح الاعاره بالعدد ده كلها الانديه ليه؟ ده بقى التجاره. لا خلاص في الاعاره واحد اتنين وخلاص، انما انت مكوش على اللعيبه، كل الانديه مكوشه على اللعيبه ومفيش لعيب صغير بيطلع. يعني النادي الاهلي والزمالك اكبر ناديين في مصر افريقيا، كم لعيب طلعوه الصغيرين ثلاث اربع سنين اللي فاتوا؟ لا الزمالك طلع كتير والاهلي طلع صغيرين. يعني هو سيد النمر ده صغير؟ مش صغير بس لا ما تقوليش صغير ولا حسام عبد الجليل صغير. لا لمال طلع وعنده انا صغير يكون 20 سنه او 18 سنه 18 سنه لازم يبقى ده لعيب صغير الاهلي قدموه له او الزمالك قدموه، اقول له شابوه انت اشتغلتم وقطاع الناشئين عندك شغال. انا قاعد مع الكابتن بدر رجب ماشي، فهو قاعد في الاختبارات وبتاع، فبيحكي لي بيقول لي انا بيجي لي لعيب هو عنده 8 9 سنين 12 سنه، اول ما يوصل 12 سنه اعرف اللعيب ده هيكمل درجه اولى ولا لا. من هو عنده 12 سنه هيكمل درجه اولى ولا هيقعد عندي لغايه 20 سنه ولا 18 سنه وبعدين يروح نادي تاني؟ هيكمل درجه اولى في نادي الاهلي مش درجه اولى في اي نادي. يعني هو ممكن يلعب درجه اولى في اي نادي تاني لكن هيكمل في الاهلي، لكن هيكمل في الاهلي درجه اولى ولا لا؟ ما انت فبيبان. طيب انا قدام دقيقتين دقيقه ابرز الفرق يعني المرشحه انها تتواجد بشكل قوي جدا، اتفضل. في كاس الامم الافريقيه؟ اكيد شوف. اكيد طبعا في بدايه منتخب مصر، يعني منتخب مصر ده اكيد ده طبعا ده كله امانيه. ده مرشح اول طبعا منتخب مصر. اكيد الجزائر رغم تصريحات مدربه اللي انا بشوفها عباره بيستخدم التنويم المغناطيسي، منتخب الجزائر غير مصنف، اعلى اجر في البطوله واعلى مدرب في البطوله من حيث الاجر في الماضي طفين. وبيتكلم ان لا ما منتخبنا يعني ما احناش مؤهلين. لا هو ده كده ده اسلوب جمال بالماضي. اعتقد هتشوف الجزائر بشكل كويس. السنغال، الكاميرون، نيجيريا، كوتوفوار صاحبه الارض. اكيد كوتوفوار صاحبه الارض بس مش ده كوتوفوار المرعب اللي كان ايام ديدي دروب انت عاصرت الفتره دي طبعًا. لا مش ده منتخب كوتوفوار المرعب طبعًا. احنا يعني النسخه فاتت لما لعبناهم كان عندهم اسماء كويسه لكن قدرنا نتفوق عليهم بركلات الترجيح فاهمني. لكن هي دي المنتخبات الخمسه سته المرشحين ان يكون فيهم اربعه في نصف النهائي على الاقل موجودين. ان لم تحدث مفاجات من منتخبات جديده في افريقيا جامبيا ممكن توصل لمرحله ما لكن ما تقدرش ممكن ما يعني ما رشحش في مين زي مثلا يعني انا طبعا اولا السنغال والكاميرون او السكان ونيجيريا دول مرشحين بقوه جدا. المغرب ملتهاش انت على المغرب لا انا ملتهاش انت على المغرب لازم اقول المغرب طبعا عندك مشكله كبيره. لا المغرب حبايبي طبعا حبايبي بقول لك يعني اقل من دقيقه المغرب طبعا مصر بس انا شفت كاس العالم اثر عليهم على فكره بالتاكيد طبعا بس مرشح ومرشح بقوه لكن انا شايف ان البطوله هتنحصر بين الاربعه دول مصر المغرب السنغال نيجيريا. نقطة أخيرة المنتخبات الكبيرة في أفريقيا اللي عندها لعيبة في أوروبا درجة حماس اللاعبين يلعبوا البطولة ويوصلوا في النهائي ولا عايزين يرجعوا على أنديتهم في أوروبا هتحدد مصير المنتخبات. السنغال دلوقتي كلهم في السعودية مش في أوروبا. منتخب السنغال دلوقتي كلهم في السعودية. دايما بسعد بوجود حضرتك معنا في رمضان بشكرك جزيلا. ربنا يبارك في حضرتك متشكر يا استاذ محمد. استاذ عبد القادر حبيبي رفيق رحلة العودة إلى المنزل ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين بكده نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من الرومنتادا. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة الغد أمام تنزانيا وأيضا التوفيق في كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار. في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.